تطبيق الواتساب أو الصفحات الرسمية لقناة الشروق عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي. كانت هذه أبرز العناوين والمواضيع، إضافة إلى كل هذا فيه فقرات قارة لطفي لتعود عليها المشاهد. فقرات قارة صرنا متعودين عليها، كلها فائدة واستفادة. أيضا ضيوف مميزين راح ينورونا بإطلالتهم خلال عدد اليوم من برنامج صباح الشروق. من هذا المكان الجميل نقدم لكم خدماتنا الصباحية من فندق الرمال الذهبية التابع لمجمع فندقة سياحة حمامات معدنية مجمع اتش تي تي. صح لطفي، دائما ندير لهم الاحوال الجوية في بداية كل صبيحة. البحر او باينة كتشوفوا يعني جمال البحر هنا، البحر الابيض المتوسط في شاطئ رمال الذهبية. صراحة اليوم يوم صيفي ايضا بالنسبة هذا، واش ندي لهم يعني في المكتب؟ الجو راهو كيفاش الجو، حرارة الطقس راهي مرتفعة اليوم، رطوبة عالية جدا. ولون الراية واش راهو؟ راهو اخضر برتقالي. برتقالي؟ وراه هايك برتقالي هذاك. وين؟ اخضر لطفي، شوفي البحر كيفاش راهو. شوفي لي الراية اللي معلقة. هايك. مانيش نشوف الراية. لون برتقالي، اعطوني اعطيني شي. يكونوا نساوها، يكونوا نساوها لطفي. يكونوا نساوها. البحر شوف كيفاش راهو. والله. برتقالي يعني شوية هايك. لون برتقالي. أنا أقول لون أخضر. بكل التعليمات اللي تقدمها مصالح الحماية المدنية. حماة الشواطئ اللي ما تشوفيش البحر، شوفي للراية. كاين وين يكون فيه تيارات اللي تدي الأشخاص يكونوا يعوموا، بالتالي لازم تتقيدوا بكل التعليمات اللي تلقوها على شواطئ البحر، وما ديروش كيما إيمان وتحكموا من رأيكم وبنفسكم وتشوفوا بعينيكم برك، لازم تسقسوا أهل الاختصاص. نذكرهم برقم تليفون يقدروا يتواصلوا معنا من خلاله إيمان، يظهر أسفل الشاشة. أيضا تطبيق الواتساب متاح للجميع، وزيارة مواقع التواصل الاجتماعي عندنا على تيك توك، على الفيسبوك، انستغرام، يوتيوب. زيدوا في كل واش كاين موقع التواصل الاجتماعي آخر؟ أبرز مواقع التواصل الاجتماعي. تويتر عندنا ولا ما عندناش تويتر؟ إكس، منصة إكس يعني. عندنا تويتر اكيد لطفي. كل هذا خدمه وارضاء لجمهورنا الناس الطيبه اللي تابع برنامجنا الصباحي الخدماتي اللي صرتم متعودين عليه، صرتم متعودين على فقراتنا المتنوعه، حتى الضيوف اللي سجلوا اطلاله جميله من خلال برنامجنا عجبهم الحال، وانتم ايضا عجبكم الحال وطلبتوا انه تكون فيه عصائر متنوعه من ايادي خبراء. اكيد لطفي، لكن بعد قليل راح نكتشفوا شكون هذا الضيف اللي راح يكون معنا. اما الان نخليكم تروحوا تبداوا يومكم بنشاط وحيويه، وتحاولوا انكم تمارسوا هذه الحركات الرياضيه في هذه الورقه. نشاط حيويه وحركات رياضيه. الله الله، شفت كيف جات وقافيه. تابعوا مع بعض. مشاهدينا الكرام صباح الخير عليكم، مرحبا بكم في الفقره الرياضيه مع كوتش مونير البوشاوي. ان شاء الله تكونوا بحيويه ونشاط، لانه اليوم نسحقوا لا موتيفاسيون تكون طالعه بزاف بزاف، يعني ككل حصه لكن اليوم بزياده، لانه التمارين راح نخدموها تمارين شويه ديناميك، راح نخدموا ان سيون سبيسيال كارديو بتمارين مختلفه، تمارين جديده، برنامج جديد، برنامج الصيفي اللي رانا فيه. ما نطولش عليكم، تسخين خفيف ظريف ونبدا مباشره في البرنامج تاعنا. نديروا 10 حركات هنايا للامام، الروتاسيون تاع لي برا، نحسبوا 10 للامام 10 للخلف، هايا نحسبوا هنا نفس الشيء 10 مارش، هنايا خفيفه سور بلاس نحسبوا 10 ولا 20 خطره. هذا ما نطولوش في التسخينه تاعنا، كيكون سخانه كيكون الجو شويه سخون، يا 5 دقائق ولا تكفي تكون كافيه باش نخدموا بها يعني التسخينه تاعنا. نبداو التمرين الاول، واش راح يكون فيه؟ راح يكون عندي كور سير بلاس افيك، راح نديرو بوز تاع الحركه هذه هنايا، تبعوا معايا برك. راح نبدا بالتمرين بالعقل بالعقل، ومن بعد نبدا مباشره في البرنامج تاعنا في التمارين اللي مازالنا عفوا. نبداو هنا بكورس هنا سير بلاس، واش راح ندير؟ راح نحسب هنا 1 2 3 4 5 ونعاود 1 2 3 4 5 ونبدل لا جومب، خطره يمين خطره يسار، 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. دائما يكون عندي تناسق ما بين الاطراف العلويه والاطراف السفليه. هنا 1 2 3 4 5 نطبع شويه الكور تاعي للقدام، وباش نحكم ليكيليب التوازن تاعي لا جومب تاعي تكون شويه فليشي. كي نخدم دو بروفيل هكذا باش تشوفوني كيفاش، هنايا 1 2 3 4 5 بوز، 1 2 3 4 5 ستوب ستوب ستوب. فوالا، هذا كان بالنسبه للتمرين الاول. هنا التمارين هذوما اللي راح نخدمهم اليوم وللبرنامج تاع اليوم راح نخدموه بالوقت. عندنا
20 ثانية عمل و20 ولا 30 ثانية راح. هذا البرنامج الصيفي اللي راح نديروه لأنه الطقس شوية سخون، لازم البرنامج يكون أدابتي ولا ملائم للطقس اللي رانا فيه. نروحوا للتمرين الثاني، التمرين الثاني يكون راح يكون لي جونو افيك لي برا هنايا. كيفاش؟ هنا 1 2 1 2 يمين يسار يمين يسار، لي برا تاعي توجور يخدموا لهنايا ليليفاسيون لاتيرال، نطلع يتلاقاو الفوق ونعاود نهبط. بالنسبه للناس اللي ما تقدرش نقدر هنا 1 2 1 2، نقص في السرعه ونقص في الشده والتمرين جدو سهل. هذا بالنسبه للتمرين الثاني، نفس البرنامج كما قلنا 20 ثانيه عمل وفتره الراحه 20 حتى 30 ثانيه. يبقى لنا التمرين الاخير، التمرين الاخير راح يكون فيه لي جاك، نفتح لي جوم ونعاود نغلق، ودائما يكون التناسق ما بين الاطراف العلويه والاطراف السفليه، يعني مع الارجل تاعي. كيفاش راح ندير هنا؟ 1 2 1 2 هنا نخدم واحدة هنا، نعاود نغلق واحدة الأعلى 1 2 1 2، دائما نغلق يديا نعاود نفتح. كي نخدم شوية رابيد صادون صح 1 2 1 2 1 2. بالنسبة للناس اللي ما تقدرش نقدر نخدم الطريقة السهلة اللي هي 1 2 1 2 1 يمين يسار، سهلة وبسيطة للناس سواء المبتدئين سواء اللي عندهم وزن زائد قاعد تقدروا تخدموا معنا. هذا كان آخر تمرين للفقرة تاعنا تاع اليوم، البرنامج تاعنا تاع اليوم. نعطيكم موعد في برنامج آخر اللي إن شاء الله تكونوا معنا حاضرين، يعني بالجسم تاعكم ولا موتيفاسيون تاعكم. من هذاك الوقت نقول لكم تهلاو في رواحتكم. برنامج رياضي اخر كامل ندردشوا مع المشاهدين نقولوا لهم انا حسبت كي قال برنامج اخر، قلت واش برنامج من غير برنامج صباح الشهور؟ لا منير اكيد يقصد برنامج رياضي اخر. شكرا منير على هذه الحركات الرياضيه، نتمنى انكم جربتوها مشاهدينا. نعاودوا نذكروا برقم تليفون تقدروا تتواصلوا معنا على المباشر من خلاله، اي توصيه وانشغال مرحب بها في برنامجنا الخدماتي بامتياز صباح الشروق. اكيد اول خدمه راح تكون معنا لنهار اليوم راح تكون من مطبخ صباح الشروق. كما تعودتوا دائما نبداو بالانتعاش، وصفات يعني خفيفه وصيفيه. انت اللي راح تحب محطتنا هذه اكثر واحد، لانه صح راح تستمتعي بعصائر يعني بالك لاول مره تذوقيها. نشوفوا جربيها، نشوفوا حنجربوا اكيد. مطبخنا دائما يكون بامضاء مميز جدا كما تعودتوا بحضور الشيف نديم. صباح الخير شيف. صباح الخير نديم. صباح الخير لطفي. صباح الخير كل مشاهينا الكرام، نورتنا بحضورك دائما كي العاده. نور نوركم ربي يخليك. ونحبوا ايضا حاضر معاه ضيف انا حنتعرف عليه اليوم اول مره. اهلا وسهلا بك حسام طربوش. بك اهلا، عايشك شرفني اليوم راني معاكم ان شاء الله. مرحبا بك حسام. عايش خويا لطفي. لاباس؟ لاباس خويا. راح تتعنا كيما المره اللي فاتت كي العاده ان شاء الله. كي العاده ان شاء الله. كيما راح تغير احسن اليوم ان شاء الله. تغير وها واش راح تحضرنا اليوم؟ شوف اليوم خويا لطفي قلنا نديروا سموثي سيترون مع تشينا ان شاء الله. اوكي. ويكون معنا موز، عفسه جديده. اليوم راح تتساعدوا راح تعاونوا انا والشيف نديم. الشيف نديم. انا وياه اليوم. اليوم انا وياه. ديما شغلنا اليوم. شوف شيف. اليوم عندنا سيترون، عندنا اورانج، عندنا بنان. وعندنا يكون عندنا يورت يكون بذوق ليمون. ليمون اوكي. اسكو هذوما نديرهم كاع كيف كيف نخلطوهم ولا نخلطوهم كيف كيف؟ عاودي عاودي هذيك وشنو بذوق هذا يورت بذوق ليمون. اوكي. ليمون ولورانج. اوكي. وبنان وعندنا شويه كشور تاع القارص باش تزين به باها اللي يكون معاه. باش تستعمله. بسم الله. الكوكتيل هذاك اللي نشوفوا فيه للشرب ولا غير للتزيين؟ للشرب، للشرب خويا لطفي للشرب. والله راهم يبانوا للتزيين. كنا خويا لطفي عندنا واحد زوج حبات هكذاك من تشينا. من تشينا. واحد الحبه صغيره قارص. هكذا. كون عندنا
واحد حبه من البنان. ولا خويا لطفي وشويه من القشره اللي هدرنا عليها تاع القاص مبشور الليمون. مبشور الليمون شويه سكر لازم. كل واحد واش يحب، كاين اللي يحبوا حلو بزاف، كاين اللي يحبوا ناقص، كل واحد والذوق تاعو. هنا لا خاطر فيه الياغورت نورمالمون، الياغورت حلو، البنان حلو، كلش حلو، كلش حلو، ناقصوا شويه على كاين اللي يستغنى اللي ما يحبش. وعلى الاخر نزيدوا له قارص يكون معصور او نصف كاس. والله انا زوج حبات قارص هكذا هكذا شاف. اوكي كلاصون لازم. نعم انا الكلاصون هو باش نمدنا القوام تاع العصير تاعنا، القوام تاع العصير تاعنا. نعم. البروده و لافاني نديروه دوكا ولا لا؟ لافاني كل واحد وكيفاه. نعم. كاين اللي يحب كيما حنا نعملوه. اها كاين اللي يحب كاين اللي ما يحبش، حنا كل واحد والذوق تاعو في الكور. نعم. ها يا شيف وتخلطوا كل شيء مع بعض. بسم الله كل شيء مع بعض. جو منعش. هو هلا. هنا نقدروا نستغناو على الياغورت نعوضوه بالحليب. شاف هكذا كيولي لنا ميلتشي. ميلتشي. ما هكذا نخدموا في طريقه نقعدوا في سموتي. في سموتي. يا باتر. شغل نديروا حليب نبدلوا نولي في. نعم. حاجه. وهادو من العصائر هادو ما الادواق تاعهم كل واحد كيفاش كل واحد ذوق. مثلا هذا برتقال هنا يكون معاه عصير فريز. هذا سيترون. هذا مخيطو الذوق مخيطو مخيطو معاه يكون معاه توت. هذا توت. نعم. وهذا فريز مع السيترون. سيترون اوكي. لطفي واش نجيب لك؟ كاين ذوق البرتقال مخيطو وذوق الفراوله. لطفي انا ننصح بلي وجد ذوق هذا مع هذا بهذا جديد. مع جديد هذا كان جديد ياك. توت توت من ذاك التوت مع من ذاك هذا توت وسيترون. توت مع السيترون. سيترون. توت البري. توت البري. الله الله. وهذا هاك شي تشوف عينك وتحب. هاي هاتوني ندق بسم الله. تفضل خويا لطفي. لك. ها هي بدا ايمان تيا. لا بسم الله. او كاين احجب كاين الفايليا الداخل شدي تشوفي. صح ولا ذوقي برك. ذوق برك معليش. مشيت شربي. هايل. واش رايك؟ نهار هايل. خلاص كملتي ولا مازال؟ هاك راني نحيت لك كاع الديكور. بسم الله. هنا. منعشة. ماشي حلو بزاف. وماشي قارص بزاف. خليك تكمليه. مذاق صدقوني مذاق رهيب. يعني البنان كي تخلط مع التشينا ومع القارص ومع الزاز تاع القارص وشويه هذيك لافاني. يعطيك الصحة برافو. عايشك خويا لطفي. صحتك خويا لطفي. صحة حسام. يعطيكم الصحة. شكرا نديم. شكرا ثاني. يعطيكم الصحة. وبعد قليل راح نزيدوا نذوقوا باقي التشكيلات من الكوكتيلات. العصائر. انا دوك ندي كوكتيل من دوك ما بانيش مش كاين. احنا عندنا كوكتيل منوع من خلال كل فقراتنا ومحطة. خليني نربط خليني نربط خليني نربط. خلاص لطفي درت كيما انت. عندنا اتصال هاتفي شباب. شكرا يعطيك الصحة حسام. شكرا. اتصال هاتفي. نقولوا الو الو صباح الخير. اتصال.
اذا ضاع الاتصال. ضاع الاتصال، اي وين رايحين؟ قولوا لي زملاء ان يسمع فيكم. اوكي، حنشكروا ضيفنا، شكرا جزيلا لك حسام، يعطيك الصحة. شكرا لك. صحة حسام، لطفي عاشك. عصائر منعشة، عصائر مميزة جدا. عاشك يا لطفي، بصحتكم. بعد قليل راح نزيدوا نذوقوا باقي العصائر، شكرا لك. نورت عليك. عاشك يا لطفي. اللي حبوا يطلعوك يلقاوك عبر صفحتك، صح؟ طبعتي حسام طربوش. نورتنا بحضورك. عاشك يا لطفي، شكرا لك. ديما حنرجعوا لك بعد قليل باش نتعرفوا على الأطباق نتاعنا. ومطبخ الصباحي اللي يكون دائما بمرافقة مميزة من الشيف نديم. حنا نرافقوكم من خلال خدماتنا الصباحية ومحطتنا المتنوعة. أكيد رايحين على فاصل. نغم جميل نهديوها لكل الناس اللي انضموا التحقوا بنا الآن. صاروا قناتنا الشروق تي في، برنامجنا الخدماتي المتميز صباح الشروق. صرتم متعودين على تميزنا من خلال كل ما نقدم لكم من خدمات صباحية. يهمنا كثير التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو أيضا تشكيل رقم التليفون يظهر أسفل الشاشة. أكيد مشاهدينا أنا مواصل معكم في محطتنا وفقراتنا كما قالوا في التميز كله في الضيوف اللي كانوا حاضرين معنا. محطتنا الآن راح تكون مزينة أكيد بحضور ضيفنا اللي راهو معنا وأكيد باختيار المواضيع المهمة. اليوم سنتحدث عن التغذية عند مرضى السيلياك طبعا بحضور دكتور محمد حسن الزين الأخصائي في التغذية العلاجية والوقائية وخبير الحجامة والأعشاب الطبيعية. صباح الخير، أهلا وسهلا. صباح الخير، مرحبا بك دكتور. أهلا، نورتنا بحضورك. إذا موضوع مهم جدا، فئة كبيرة من المرضى تعاني من مرض السيلياك وطبعا معاناتهم تكمن في إيجاد نمط غذائي أو حتى المنتوجات الغذائية اللي تقدر تناسب الحالة المرضية ديالهم. دكتور، فيزيولوجيا هو السيلياك هو أو يسمون الداء الزلاقي أو سوء الامتصاص، هو مرض بصيب الأمعاء الدقيقة، يعني بصير في تآكل بالزغبات المعوية غالبا، أو بيسموه مرض حساسية الجلوتين يعني. فمرضى السيلياك لازم يعيشوا على الصون جلوتان، لكن هل في نظام غذائي لإصلاح هذا المشكل؟ يعني إصلاح المشكل؟ يعني تقدر تعاود ترجع؟ طبعا، هلا عندي حالات كثير رجعوا طبيعيين ما عاد عندهم أي مشكل. أوكي تمام. فهو عبارة عن نظام غذائي مكون من مرحلة، يعني مرحلتين، مرحلة أولى ومرحلة ثانية. طبعا عندنا قائمة ممنوعات مفروض ما نتدنى ليها طول فترة العلاج، يعني هو مصلحة إعادة بناء هدم وبناء. غالبا الصون جلوتان او الميزينا او المنتجات الذره هي عباره عن شيء بيرمم لكن ما بيعالج المشكل. لاصلاح المشكل يجب بناء جهاز هضمي، يعني بناء امعاء من اول وجديد. كيف فينا نبنيهم؟ هون السؤال. يعني اولا مفروض يمتنع عن كثير اشياء مريض السيلياك فتره العلاج، من ضمنهم السكريات المصنعه، الحليب، منتجات الالبان والاجبان والخبز والحمضيات وكثير اشياء لازم يمتنع عنها. المرحلة الأولى هي بتكون من 3 أيام ل 10 أيام، هي مرحلة الهدم لإعادة البناء. هاي المرحلة بيعيش فيها المريض فقط على الخضار المفورة سوتي أو مغلية في الماء، إضافة إلى البون بروث، يعني شوربة الكولاجين تبع البقر، عظم البقر، عندها طريقة تحضير طبعا. بناخذ فيها بعض المكسرات فقط وفواكه سالبة السعرات، حتى الفواكه اللي فيها سكريات عالية ممنوعة على مريض السيلياك. العلاج مدته 10 أيام؟ لا، 3 شهور مدة العلاج، لكن هو المرحلة الأولى من 3 أيام ل 10 أيام. أوكي. طبعا شوربة عظم البقر عندها طريقة تحضير بنحضرها فيها. بناخذ كل يوم كوب على قبل الغداء من أسبوعين لثلاث أسابيع ل 21 يوم، إضافة لمغلي مياه البامية أو الملوخية عن طريق غليهم مع الماء لحتى يصير الماء لزج مخاطي، بتصفى ونشرب كوب على معدة فارغة وليس على الفراغ، معدة فارغة بعد الأكل بثلاث ساعات أو قبل الماكلة بساعتين. عنا عصير الكرفس لازم ندخله لنظامنا الغذائي، عنا زيت جوز هند، عنا زيت النعناع وزيت القرنفل، وهدول نحط فيهم نقطتين زيت أوريغانو بنضيفه معهم طبعا، نقطتين في كوب ماء يشرب مساء. يعني عنده نظام كامل لازم يتبعه. علاش كل هذه المواد اللي ذكرتها وش خصوصيتها؟ لا ارجع للتركيب ربما اللي تفيد مشكلة نبني ونرمم الجدار الامعاء اللي صار فيها المشكل. هلا الكولاجين هو بيرجع بيبني، مو بس بيبني الجهاز الهضمي من اول وجديد، بيحفز الكولاجين بشكل عام بالجسم وبالعظام وبالبشره وبالامعاء وبكل شيء. فلازم نتبع نظام يعني يكون يعني متناسق لعلاج هذا المشكل. احنا الكولاجين نربطه دائما بجمال البشره لا ابدا حتى كل شيء كل شيء بالجسم بحاجه لكولاجين، العظام بحاجه كولاجين، الجهاز الهضمي بحاجه كولاجين. طبعا بعد شهر ونص او شهرين من اتباع النظام الغذائي بندخل شيء بنسميه البروبيوتيك، هي عباره عن بكتيريا نافعه لاعاده بناء، يعني نرمم الجهاز الهضمي كمان كاملا. يعني بندخل خل التفاح لتعديل حمض المعده،
وبعد 3 شهور بيوصل ان شاء الله المريض لشفاء تام باذن الله. من بعده لا عاود كلى البلوتا ياكل عادي ما عاد عنده مشكله يعني مشكله الجسم يعني يحتاج الى بروتينات يحتاج ما هو من اعراض السيلياك الانيميا النحافه امساك مزمن او اسهال او ما بيكون منتظم الخروج عند مريض السيلياك بيعاني كثير من فقد معادن وفيتامينات نتيجه سوء الامتصاص الامعاء ما عم تمتص المواد الفعاله المفيده اللي بالاكل. اليوم جبت لنا وصفه دكتور بدنا نعمل تركيبه كولاجين طبيعي بما انه حكينا نشوفوها على المباشر تفضل. اذا مشاهدينا اي انشغال اي استفسار اي سؤال تقدروا تتواصلوا معنا على المباشر والدكتور حسن زين راح يجاوبكم على اي انشغاله. اذا على المباشر راح نشوفوا مع بعض طريقه تحضير الكولاجين لتحفيز الكولاجين تبع البشره. هذا للبشره هذا تماما يعني تجميلي اليوم. طبعا عندنا زيت بذور العنب وزيت التين الشوكي وزيت لبان الذكر وزيت البرتقال قشور البرتقال. بحكي معلومه طبيه عن بذور العنب، طبعا مفيد جدا لمرضى الضغط اللي بيطلع الضغط عندهم، اللي عندهم مشكله دوالي الساقين كمان ممتاز جدا، اللي عنده انتفاخ يعني بالساقين احتباس بالساقين سوائل عم يصير عنده انتفاخ كمان مفيد بيقي جدا من الازمات القلبيه. كيفش الساقين وفي في مضاد الاكسده وفي فلافونيد يعني هلا في اللي بياكل يعني في يمضغ البزر معه ياكله او في نستخدمه كزيت قطرات 4-5 قطرات على شويه ماء. اوكي تمام. طبعا عندنا الزيت تبعنا حنحط كميات متساويه ولا طبعاً لا لا عنده طريقه تحضير مو متساويه ابدا. يعني جبت سرنجه لانه لازم ناخذ بال طبعا بنبدا بزيت بذور العنب تماما نحط 10 ملي 10 ملل ايوه من بذور العنب. دونوها الوصفه طبعا عندها طريقة استخدام هلا بحكي عنها. ايه زيت التين الشوكي نفس الشيء، هي من اقوى تركيبات الكولاجين للبشرة طبعا وبتحارب الشيخوخة. معروف انه الزيوت تتحط على الشعر مثلا لمدة معينة باش ما يكونش فيه عملية اختناق للبصيلات ولا للشعر. نعم. بالنسبة للوجه لما نستعملوا هذه الزيوت ما راحش تضر لا ابدا، هي اذا مستخلصه بطريقه طبيعيه وما لها مغشوشه اكيد ما بتضر. يعني هلا يفضل الوجه. طبعا طبعا لازم يمتص اساسا، عنده طريقه استخدام لامتصاص المواد الفعاله اللي فيها. اذا حطينا 10 ملي كمان من زيت التين الشوكي. اوكي هلا بنحط زيت اللبان الذكر تقريبا ما يعادل 3 أو 4 ملي 3 أو 4 ملي نعم من زيت لبان الذكر وزيت قشور البرتقال طبعا غني جدا بالفيتامين سي ومضادات الاكسده. زيت القشور قشور البرتقال طبعا كمان بنحط تقريبا 3-4 يعني بين 4 و5 ما بيأثر طبعا 5 ملي ما بيأثر طبعا. هلا بنرجها جيدا مليح تمام وبعدين تتفرغ بابواد كتيمه اللون يعني تكون مشان الحفاظ على زيوت الطياره ما تهربش. ايوه طبعا طريقه الاستخدام نستخدم غسول نشطف البشره بمي دافي اول لتفتح المسام. نستخدم غسول وبعدين نشطف الوش بمي بارد اول دافي بعدين بارد بنشف البشره ببابي مشوار. أوكي. بعدين هذا الزيت نحط قطرات وندهن فيه البشره بنخليه ليل كامل الصباح بنغسل وجهنا تمام يستخدم يوميا طبعا بعد 15-20 يوم تبدا تظهر النتيجه على البشره. مضاد للتجاعيد هذا بيحارب الشيخوخه وبيحارب التجاعيد حتى ممتاز للي عنده تشققات بسيطه في البطن الخطوط البيضاء في البطن كمان اللي بيكون سمين بينحف مثلا بيعمل رجيم فعنده تشققات خطوط بيضاء مفيد جدا يعني بيرجع بيصلحها يعني. طبعا انا استعمال هذا الخلطة 3 شهور ما بيأثر يعني ما له ضرر على كل حال كل يوم كل يوم كل يوم هلا بيقولوا انه الجسم لما تحط له كريم ولا تركيب معينه اذا كيميائي بيصير يقاوم اذا كيميائي تركيبات إذا كيميائي طبعا تركيبات بيصير عنده مناعه ضد تلك التركيبه. يقولوا مليح انكم تنوعوا من نوع الكريمات اللي تحطوها هلا اي شيء بيكون طبيعي ما منه خوف. أوكي. الخوف من التركيبات الكيميائيه لانه حتما في
الشعيرات الدمويه تحت جلده بتمتص المكونات اللي بهذه الزيوت طبيعة الحال تدخل للجسم، مثل في بعض الانواع ديدورال اللي بيستخدموها اللي بتكون فيها تركيبات كيميائيه فبتعمل ممكن كثير امراض يعني. يفضل يعني يستخدم شيء طبيعي الانسان افضل. صباحا نعاود نغسله بالماء هلا صباحا نغسله ممكن ندهن واقي شمسي عادي ما بهم تعمل غسول للوجه وبندهن واقي شمسي يعني افضل. عندي انا بعمل صابون بالمركز مشان يكون يعني متكامل مع بعض الصابون تركيبة. مع تركيبه طبعا نستخدمه بشمع العسل وب ببعض الزيوت الخاصه بعلاجها الحالي. مده الاحتفاظ بهذا الزيت معه عامين صلاحيه عامين. نعم صلاحيته عامين طبعا طبعا. شكرا لك دكتور. يسلمك يسلمك. كثير من خلالات الاضاءه حول ماده الكولاجين التي تفيد كثير الجانب الجمالي. صغيره طبعا لازم ناخذ الفيتامين سي لانه هو اللي بحفز الكولاجين. اوكي تماما. حتى لازم يتلاقى مع الفيتامين سي. حتى مرضى السيليك كمان لازم يستعملوا الفيتامين سي مع شوربه البومبروت عظم البقر كمان ليحفز الكولاجين اللي شيء يؤدي وظيفته. تماما تماما. شكرا لك دكتور. استفدنا كثير من خلال تواجدك معنا وان شاء الله تكونوا استفدتوا ايضا مشاهدينا. مازلنا مكملين معكم في استعراض محطتنا الصباحيه. صح ايمان؟ اكيد لطفي. شكرا لك. اكيد تستفادوا ايضا من خلال تواجدكم معنا عبر التليفون او مواقع التواصل الاجتماعي. نضع تحت تصرف الجميع رقم تليفون وحيد واوحد يمكن للكل التفاعل معنا من خلاله. اي توصيه او انشغال مرحب بها في برنامجنا الصباحي صباح الشروق. اهلا وسهلا بالجميع في انتظار اتصالاتكم. ما زلنا متواصلين معكم مشاهدينا الكرام. ما زال ان شاء الله تلقاو كل فائده والاستفاده من خلال لمسه الشيف نديم في مطبخ صباح الشروق. راح نشوفوا اليوم واش خير لنا الشيف نديم ولا واش اختار. عندي بزاف ما جيتش عندك نديم. نجي نشوف واش حضرت لنا نهار اليوم من وصفات. البارح كان زنباع. زنباع ونتباع. ونتباع. شفنا معك زنباع. اليوم واش عندنا شيف نديم؟ اليوم حنديروا لهنايا سلطه اللي راهي تاع البطاطا المشويه اللي راهي دوكا ترند. بطاطا عاديه ماشي بطاطا ماشي حلوه. لا بطاطا العاديه اللي حنديروا هكا على ساك بطاطا مشويه هي خدت الاخرى للفرن ومن بعد نكرازيوها لهنا بالكاس ولا بشي حاجه هنايا. وعندنا لهنايا حنقدموا لهنايا اشراك الكيكه تاع بالبطاطا داخل ليبوره دو فيون. شغل اوليو نديروها اشي بيرمونتي ولا نبدلوا لها الشكل تاعها. اطباق صيفيه اطباق صيفيه يعني. عادي هي. نعم تفضل الشيف. نبداو على بركه الله. واش عندنا؟ عندنا لهنا البطاطا تاعنا بعد ما كنا غليناها بالقشره تاعها بعد ما تقشر هذيك هذيك الاسطر اسطر اسطر طاح الخير مزيانة فيني. أنا بطاطا إيمان بعد ما تكون هكا سخونة نحكمو نكرازيها. بالعاني خياط حبيبات صغار هي معليش. نعم بالعاني حبيبات صغار على باش كيتغلاو لنا يطيب لنا لداخل. ومن بعد هنا نكرازيوها غير بالكاس هكذا. هنا نديرو أن بابي كويسون ندخلوها للفرن. نرشوها بشوية تاع زيت الزيتون ونخلوها لهنا تمدنا هذاك الخوكون هذاك شغل تمدنا القرماشة. قشورها ولا بلا قشور؟ بالقشور هكذا لطفي تكون مقشرة. ومن بعد هنا نحكمو لهنايا كي تكون هكاك سخونة نكرازيوها بالكاس هكذا نرشوها شوية زيت الزيتون ندخلوها للفرن تتحمى. نعم. ومن بعد واش نديرو؟ ناخذوا ان ريسيبيون نديرو فيه لهنا كميه الخيار نقطع مكعبات. هنايا عندنا الجزر كذلك مسكرفد البصل نقطع كذلك مكعبات المايز طماطم. لهنايا عندنا كميه تاع الزيتون والبطاطا هذه بعد ما نزيدوا لها هذيك كي ندخلوها للفرن من هذيك القرمشه شغل نكسروها نزيد نضيفوها معها. هي شوفي بطاطا ما فينا ناكلوها بصح هذه تبدل هذا البطاطا اللي نعرفوها ستوندار يعني ستوندار اللي بدلتها يعني حاجه اللي تكون بلو بريزونتابل كما يقولوا. ميم هذيك القرمشه تاع البطاطا تمد لك كو بزاف بني. ولاصوص فينيغرا تاعها وشنو هي عندنا؟ عندنا زوج علب تاع بتي سويس لهنايا ماشي طبيعي هنا بتي سويس زوج ملاعق تاع مايونيز ملعقه تاع الجم. هنايا عندنا كميه تاع زيت الزيتون وشويه تاع المعدنوس وشويه فلفل الكحل نخلطوا هذاك الخليط ونخلطوا به هذيك لاصالاد هذيك تجي بزاف بني. اليوم خاطر السلطات كيما اللي تديرهم شيف نديم ولا اروع صراحه. ميرسي بوكو ايمان. نروحوا للطبق الثاني. الطبق الثاني اللي حنخدموا لهنايا كيكه لهنا اوليو نديروا اون بات ولا حنديروا لو فون تاعها بالبطاطا لهنايا نديروا لي بول دو فيون داشي لداخل ونزيدوا لها الكريمه هذيك هي اللي حدينا هذاك لا كريم اللي تكون تاع كيما نخدموا حنا ديكيش ولا واش عندنا. عندنا لي بول دو فيون داشي لهنا كنا درنا لهم شويه ملح في الكحل ملعقه تاع لا شابلي باش تمدنا طراوه لهنا ما نديرلهاش البيض لداخل شويه بصل لا ندير لها بصل وشويه تاع الثوم ملح في الكحل هنا تتبيله تكون بازيك هنايا باش ما تبدلناش الدم. نشكلوا لهنا كريات لهنا نحمروهم لهنا في شويه زيت شويه زبده ندير لهم شويه تاع الماء نخليهم حتى يطيبوا باش يتشربوا كاع وما باش يمدوا لنا ديك التحميره هذه. على جانب عندنا البطاطا كنا غليناها وعبزناها
عندنا كميه تاع جبن مبشور، شويه تاع الزبده، الجبن الابيض، هنا كريمه سائله، وعندنا البيض، شويه تاع المعدنوس. واش نديروا؟ ناخذوا لاباط الاولانيه اللي عملنا لهنا، البطاطا بعد ما كنا عبزناها تكون سخونه، نضيفوا لها ملعقه تاع الزبده، ونضيفوا لها شويه جبن ابيض، نخلطوها مليح ونديروها كقاعده الاولى. شغل نخدموها كي حنخدموا اون بان. نعم. داروا لك لهنا بدا قلب الزبده. هذه شوف هذه خدام لطفي راح جاب لي كاع نحل كاع من هنا. ومن بعد لهنا فوق هذيك لاباط تاعنا نشكلوا لهنا الكريات، نحطهم ايباربيي كامل هذوك الكريات، وهذيك الكريمه السائله نضيفوا لها الجبن الابيض، نضيفوا لها زوج حبات تاع البيض، شويه تاع المعدنوس، وشويه تاع الفلفل الكحل، نخلطوها مليح ونضيفوها من الفوق وندخلوها لهنا تحمرنا. انا نحب الجبن المبشور نديرو كي تمد لنا التحميره هذيك باش ندير باش ما يتحرقناش من الفوق. بعد ما طيب لنا وتمد لنا هذيك هذيك لاباط تاعنا اللي تكون تحمرت لنا وهذاك الوجه تمد لنا ذاك اللون الذهبي، نضيفوا لها جبن مبشور، ندخلوها عاود بولا دوزيام فوا تحمرنا، كي تخرج نديرو لها كميه تاع المعدنوس وش هي طيبه. سهله ربي سهله وطبق صيفي هي مكونات ما فين حنا نحضروهم، بصح الشكل يتبدل. صح ماشي بهذه الطريقه. نعم صح. لهذا راك معنا شكلنا ديال ربي يخليك تقدم لنا اقتراحات والافكار جدد. نعم ربي يخليك. وسقتو في الصيف نحيرو واش نطيبو. صح والله غير صح حيرو واش طيب والله غير صح. عندك بطاطا نعرف غير نقلها. صح والله تشكتوكا بطاطا هذا تشكتوكا واش نديرو. يعني مليح هاد الافكار الانسان يجربهم في البيت. نعم. وشاف نديم افكاره ولا اروع. ربي يخليك ميرسي بوكو ايمان يعطيك الصحه. شكرا. اذا مشاهدينا مازلنا متواصلين معكم. لطفي رايحين على فاصل. نروحوا على فاصل من بعد نتعرفوا على محطه اخرى نديروا مع بعض نقولوا له صباح الخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. يا اهلا وسهلا مرحبا بك. بيك الله يهنيك. نتعرفوا عليك. راني فرحانه بزاف راني هضرت معك. معكم مريم من باتنا. يا الف اهلا وسهلا بك وكل ناسنا واحبابنا واهالينا من باتنا. ربي يبارك فيك. انا اللي فرحانين بك. لاباس الحمد لله ربي ينورك. واش راه ناسنا وناس باتنا؟ لاباس يسالي عليك الخير ولهنا. الحمد لله. واش رايك في المكان اللي انا متواجدين فيه؟ والله واش نقول لكم راكم تحفوا فينا ثلاث. قولنا تقريبا اسبوعين. تقريبا. وينتهي الموسم. لطفي برك حابه نقول لك حاجه. تفضلي. انت مره صيت على الطبق يقولوا له الشخشوخه تاع باتنا، الشخشوخه بالكابويا. ايه ايه. بعثت لك الوصفه عبر الصفحه تاعك في الفيسبوك. عبر الخاص. في الفيسبوك. نعم. لطفي عيشوني. نعم. يوصلني بزاف رسائل. راح نشوف حالا دوك ندخل بعثي لي رساله. حطيتي لي الوصفه كامله. نعم. راح نمدها للشيف نديم هو اللي راح يحضرها لنا على مسؤوليته. انا حابه برك نهضر مع الشيف نديم. تفضلي. على الوصفه اللي دارهم الخطره اللي فاتت. على المشلوش اللي داروا الخطره اللي فاتت. ايه حنايا تاع الزراوي ما نديروهش هكذاك. لا مش زيراوي هذاك، هذاك المشلوش ولا الركلي؟ المشلوش. انا نهضر لك على الزيراوي. نعم زيراوي تندار بلاباط كما حنا نقولوا بالفطير بالكسره كما نقولوا هو تندار به. الشخشوخه هذه نحكوها في الصيار. في الصيار وتخرج ومن بعد نخلطوها مع الغل ونعاودوا نخرجوها في الصيار هذاك. ايه ونفوروها ونزيدوا لها العسل والزبده ويتقدم. تقدر تديرها مكسرات وتزينوا بالسكر طب. والبريوات هذيك اللي دارها الخط احنا بكري ثاني كنا نديروها هكذا يعني كما يكونش الديون كما يكونش الديون نديروا هكاك بعد بالمعارك بالمسمن الورق تاع المسمن الورق تاع الشخشوخه ونديروهم في بلاصه البوراك بصح احنا نقليوهم في الزيت كما نقليو البوراك البوراك عادي وما يشدش الزيت يجي ثقيل. لا ما يشربش الزيت يجي مقرمش كما تاع الديون. شكرا لك عرفتينا استفدنا كثير معك اليوم. نورتينا. شكرا لك. ربي ينورك. شكرا على اتصالك. شكرا. وبالتوفيق ان شاء الله. وللتوفيق لك. اذا مشاهدينا احنا مازلنا مكملين مع المشاهدين الناس الطيبين اللي تابعوا برنامجنا الصباحي خدماتي صباح الشروق. نروحوا على فاصل ومن بعد نتعرفوا على محطه اخرى من محطاتنا الخدماتيه. اهلا وسهلا. من خلال كل ما نقدم من فقرات متنوعة نفيد من خلالها الناس الطيبة اللي تتابع برنامجنا الصباحي صباح شروق متواجدين من هذا المكان الجميل بفندق الرمال الذهبية.
صح. الرمال الذهبيه هنا بزيغالدا. مشاهدينا الكرام مازلنا متواصلين معكم دائما مع الضيوف الحاضرين معنا للنشاط الجمعوي. نصيب كبير سنسلط الضوء على جمعيه هي جمعيه صدى الشباب للثقافه والفنون. راح نتعرفوا على اهم النشاطات الصيفيه اللي تقوم بها الجمعيه. طبعا رئيس الجمعيه حاضر معنا سيد رياض خيدر رئيس جمعيه صدى الشباب للثقافه والفنون بمدينه دلس ولايه بومرداس. صباح الخير، اهلا وسهلا. صباح النور اختي. صباح النور لطفي. شكرا لاستضافه طيبه وبارك الله فيك. نورتنا بحضورك. مرحبا بك، نورتنا. صدر يوصل اكيد بالطبع. نحن شباب دائما في الصداره. اهلا وسهلا. لو تضعنا اكثر في الصوره ونتعرفوا على هاد الجمعيه صدى الشباب للثقافه والفنون. اكيد بالطبع، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نحن كجمعيه صدى الشباب للثقافه والفنون ولايه بومرداس بلديه دلس تاسست عندها 30 ديسمبر 2023. اسسوها شباب، يعني هذه الجمعيه اسسوها شباب، منهم شبات وشباب. يعني النشاطات اللي نقوم بهم نشاطات ثقافيه والفنونيه والشبانيه، يعني نشاطات. لكن لما نتكلم عن الثقافه المجال تاعهم راه متسع تاعها هكذا أخي لطفي، لأنه الثقافة في الجزائر متسع المجال، سواء في الرحلات، سواء مسابقات عائلية، سواء رحلات عائلية عفوا، أيضا خرجات ميدانية، تنظيف الغابات، أيضا زيارة المستشفيات المرضى، أيضا زيارة أطفال، وكذلك نتعامل أيضا مع الأطفال لأنه الأطفال هما نعمة عند الله سبحانه وتعالى. أيضا لما نتكلم عن الفنون، جمعية فنونية هي مجال تاعها متسع أيضا في رسومات المهرج، ايضا عندنا المسرح كذلك اللي راهم بازين عليه في ولايه بومرداس. يعني معظم الجمعيات على مستوى ولايه بومرداس كلهم يستعملون المسرح لانه هو المسرح هو الاول على مستوى الجزائر. وعندكم تنسيق بما ذكرت باقي الجمعيات وتقريبا تتقسموا نفس النشاطات؟ اكيد فيه تنسيق. اكيد بالطبع، نحن يشرفون ان نتعامل مع الجمعيات اللي عندها نفس المجال تاعنا في مجال ثقافي فنوني وحتى كذلك الخيري. يعني احنا المجال تاعنا متسع. عندكم مقر الجمعية؟ اكيد بالطبع في دلس. في دلس. هل عدد الاعضاء؟ عدد الاعضاء يتراوح بين 15 الى 25 عضوا في الجمعية، من بينهم فتيات ومن بينهم اولاد. كلهم منخرطين ولا منخرطين ومؤهلين يعني في الجمعية هذه، وما عندهاش بزاف محلات يعني الحمد لله. يعني عندها تقريبا من 8 شهور هكذاك. 8 اشهر تلاقينا بعض النشاطات يعني في الصدارة، يعني جمعية صدى الشباب في الصدارة. واش اهمها؟ مقبل. واش اهم هذه الانشطة؟ اهم الانشطة اللي قمنا بهم خلال الموسم الصيفي اللي كان البرنامج مسطر من طرف رئيس الجمعية وامين العام واعضاء باسم اعضاء جمعية صدى الشباب. كان عندنا خرجات اللي هي اولى كانت غابة بوعربي، تنظيف حملة غابة بوعربي. أيضا كانت عندنا رحلة عائلية إلى جزائر العاصمة صابلات، وبعدها ذهبنا إلى كما نقول متحف الشهداء، وبعدها كان عندنا نشاط اللي هو مخيم لمخيم صيفي كان مقيم بولاية تيبازا الذي كان تنسيق مع قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية فوج الكرامة دلس. يعني تحت شعار كشفية سياحة وتربية. نشاطكم يعني محلي، هي جمعية أكيد. محلية أكيد، جمعية ولائية. ولائية على مستوى ولاية بومرداس. علاش اخترتوا أنها تكون للثقافة والفنون؟ أكيد لأنه نحن في مدينة دلس، أنتم كتعرفون مدينة دلس هي مدينة جميلة عريقة. مدينة صح. عريقة عندها صح. تاريخ عريق صح. جدا. يعني كان اختصاصي لفتح هذه الجمعية وتأسيس الجمعية صدى الشباب ثقافة والفنون دلس، لأنه راح تمد لنا في القادم أفضل وأجمل لمدينتي، وهذا شرف كبير. كون صاحب الفكرة لتأسيس الجمعية؟ لصاحب هذه الفكرة هو أنا بالضبط، كنت تقريبا في القصبة تدلس، كنت أتجول هكذا. يعني أنا كمرشد سياحي قبل ما أفتح الجمعية. أنت مرشد سياحي في الأصل دو ديليس. الله يبارك. كان عندي اقتراح في نفسي أنه علاش أنا كي نمشي في القصبة تدلس، علاش ما نديرش هذا الترويج السياحة، نجيب الشباب تاعنا في الجمعية، نخرجهم المجال للخارجي وندخلهم الجمعية ويكونوا في المجالات الثقافة. طيب انت دليل سياحي وتروج لمدينة دلس، لو كان نقول لك اعطيني عرف لي مدينة دلس كيفاش تختزلها لي باش تخلي المشاهدين يحبوا يجي ويزوروها؟ اكيد بطب، لانه مدينه دلس هي نعتبرها مدينه الورود. هي لقصبة دلس اللي معروفه على مستوى ولايه الجزائر العاصمه، عندها 16 قرن من اللي تاسست وزوج قرون من اللي تبنات، وعندها 4 قرون على لقصبة الجزائر. ولقصبة دلس هي بنوها العثمانيين، العثمانيين يعني عفوا هما اللي دخلوا، العثمانيين يعني تركيا
يعني تركيا اللي كانت في مدينة دلس الرومان ودخلوها إلى دول أخرى وإلى غيرها. مرت عليها العديد الكثير. أيضا عندنا المناطق الجميلة في مدينة دلس هي مدينة فيوبور. المكان فيوبور هو ميناء فيوبور عفوا، يعني هذا الميناء راهم يجوا ليه بزاف من جزائر العاصمه خارج الوطن داخل الوطن. وايضا عندنا غار الحمام، هذا غار الحمام راهم يجوا ليه تقريبا يوميا، تلقى زوار تلقى دخول كثير لهذا الميناء هذا وهذه المغاره هذه، لانه المغاره هذه راهي عندها تاريخ عريق جدا. خليتني نحب مدينه دلس من خلال هذه الاضاءه، خليني نحب اكثر جمعيتك واعطيني وش هو الشيء اللي يميز الجمعيه وكيفاش تقدر تقنع الشباب انه يكون عندهم حس الحركه الجمعويه وينضموا وينخرطوا لجمعيتك. اكيد بطبع، لانه احنا كشباب، انا كشاب جزائري يعني شرف لي انه شاب ينضم الى الجمعيه، لانه معظم الشباب تعطوك قليل باش ممكن يدخل معك ينخرط معك في الجمعيه، لكن لازم انت توري له، لازم نكونوا احنا قدوه للشباب هذويا، لازم انت كي تريح مع شاب تعطي له علاش تدخل الجمعيه، علاش تنخرط الجمعيه، كي يقول لك ثقافه يقول لك خليني نو، لازم تعطي له معناتها الثقافه، لانه ثقافه راه مجال تحاب متسع، ليس الكتابة وليس الأوراق ولا الأقلام والرقوس، الثقافة راه مجال تحاب متسع. بما أنك مهتم كثير اسمح لي رشيد بالسياحة، علاش ما فكرت أنها تكون ربما جمعية سياحية؟ أكيد عندنا ما عندوش تقريبا من دخول الموسم الاصطياف كان افتتاح النادي صاد الشباب للسياحة. نادي صاد الشباب للسياحة هو استقبال الزوار إلى مدينة دلس. ونحن نستقبلهم ونرشدهم ونعطيهم التاريخ تاع دلس كما نقولوا ندوهم البلايس اللي باش يتصوروا فيهم ويكونوا أحلى ذكريات لهم. وقتاش تتلاقاو أنتم كأعضاء جمعية باش تنسقوا بيناتكم وتختاروا ربما الأنشطة اللي تبرمجوها وتنظموها خلال عملكم؟ عندنا احنا يوم في الأسبوع يعني يوم السبت تتلاقوا كل يوم دائما بالسبت، يا إما يكون عندنا اجتماع أعضاء الجمعية، ديفوا يكون عندنا خرجات ميدانية، ديفوا يكون عندنا رحلات عائلية، يعني كل سبت نشاط دائم، يوم كل سبت وش عندنا. كيف تنسيق مع الجمعيات المحلية الأخرى أو الولائية؟ اكيد خدمنا مع الولايه، خدمنا ايضا خدمنا مع جمعيه صدى الشباب لولايه بومرداس، خدمت ايضا مع الهلال الاحمر الجزائري مكتب دلس، ايضا بوكو خدمت مع القدماء الكشافه يعني فوج الاحسان، ايضا خدمت ايضا مع المركز الصناعه التقليديه دلس يعني نوجه له تحيه اللي فتحنا ابواب خالد سامح، يعني نوجه له تحيه فتحنا ابواب، يعني هذا المركز الصناعه التقليديه هو من ضمن جمعيتنا يعني مجال ثقافي تراث ثقافي يعني هذا تاعنا يعني كما وتواكبوا الفعاليات والاحداث انتم كجمعيه؟ بيان اكيد نخدموا احنا مع الاحداث، نخرجوا خرجات ميدانيه سواء نديروا معارض ثقافيه حرفيين كما في لاكاسبار، راه انطلق المعرض اللي نظمته مركز الصناعه التقليديه لمدينه دلس، راح يكون تكون عندنا مشاركه ان شاء الله يعني في هذا المعرض اللي في لاكاسبار دلس، وحضورك يشرفنا اخ لطفي في هذا الاخت كذلك. شكرا شكرا، احبوا كثير مدينه دلس الساحلية التاريخية، عندها خصوصية وميزة ربما تخليها تختلف عن باقي مدن الجزائر. وش الشيء اللي يميزكم انتم كجمعية صدى يخليكم تختلفوا عن باقي الجمعيات اللي تنشط بنفس المجال؟ لما نتكلم عن صدى، يعني صدى هو ضجيج الشباب، يعني راح تدير ضج للشباب، ايضا راح تخدم مع الاطفال، يعني هذا هو الشيء اللي تستقبل الاعضاء وتستقبل الناس اللي يحبوا يكونوا في العمل الجمعوي، يعني لما تتعامل مع الاطفال في الميدان راح تعرف ما معنى النشاط الجمعوي. يعني كي تشوف الشباب، احنا شعارنا فريق الدلفين الازرق، يعني لما الفريق يعني فريق عائله، الدلفين يعني البحر، الدلفين يعني حيوان اليف، الازرق البحر، الجيلي تاعنا هو ازرق، يعني اللباس تاعنا ازرق، يعني سمينا الفريق تاعنا فريق الدلفين الازرق اللي ليس لديه استسلام ويكون دائما في الميدان، ونوجه له تحيه الفريق هدايا، لانه من بدايه التاسيس يعني الحمد لله بفضل الله عز وجل يعني وفقنا درنا بعض الانشطه يعني على مستوى ولايه بومرداس قليل الجمعيات اللي قوموا بهم في ثمانيه اشهر.
ما شاء الله. وفي اخرها كان عندنا مخيم اللي كان اللي هدرت لكم عليه في ولايه تيبازا، يعني كان شرف لي انه زرت مدينه تيبازا، يعني راينا العالم. كانت مده يوم واحد ولا شحال من يوم؟ عدنا فيه اسبوع يعني من الجمعه الى الجمعه. ما شاء الله. يعني اسبوع كامل يعني كان تنسيق مع القدامى الكشافه، وبعدها كانت عندنا اربعه ايام المغامره والاستكشاف في مدينه تيبازا. يعني زرنا بعض المناطق، يعني والله ما شاء الله، يعني التراث تاعنا وهذا مجال تاعنا، يعني صاد الشباب ثقافه، يعني هذا هو مجال تاعنا. وش اللي نقص مدينه دلس؟ يعني والترويج السياحي اكثر، انه هي مدينه جميله وعريقه وتاريخيه، لكن في مناطق اخرى ربما كان عندها حظ انها تظهر وتوصل للمواطن اكثر من دلس. وين هو المشكل في شباب دلس اللي ماهوش يعرف يروج لها مليح؟ وين هو المشكل؟ لا، ليس في شباب، لانه شوفي لما نتكلم عن لاكاسبه دلس او مدينه دلس، يعني في كل مدينه يعني كما نقولوا بالدرجه، في كل بلاصه كاين مليح كاين دوني. صحيح. يعني هذه بزيف عليك تلقى صعوبات في البدايه، يعني ما كانش يقول لك حاجه تجيب سهله، يعني كل حاجه تجي واعره، نهار ديماري صعيبه، ومن بعد تسهل لك الامور بيسهل لك يعني. وان شاء الله تكون مدينه دلس يعني باذن الله تعالى، انا ثقتي في نفسي انه في القادم راح تكون في الصداره مدينه دلس، وراح تكون على مستوى 58 بلدية يعرفونها وإن شاء الله بإذن الله. فيها مركبات سياحية، فنادق، يعني بعض الحين ناقصين في مدينة دلس. يعني عندنا فندق يعني جناح الأمراء اللي راهو معروف في مدينة دلس، فندق واحد فقط، فندق واحد في كل مدينة، في فندق واحد. هذا وش ربما اللي يخلي السياح ما يروحوش يعني، لكن صافي بليز اللي كيجيو السياح عندنا ونستقبلوهم، وماذا بينا يكون فندق، ماذا بينا يكون يستحق مدينة دلس، لأنه يعني مدينة جميلة جدا، والشواطئ تاعها رائعة جدا أيضا، وناسها حتى ناسها طيبين يعني طيبين مدينة دلس يعني الاكسيون تاعهم يهضروا بالتاع، قلت محضرين ناس حضر، ناس بالطبع، ناس دلس. يعني ان شاء الله نعرضوك على سردين، ولا سردين معروفه بالسردين، سردين عندنا شوف الحلويات التقليديه، حلويات تقليديه. شوف دلس معروفه بالحنين، يعني دلس كتقول شوفي تلاقي مع مرات تقولي لها انت دلسيه، تقول لك نعم، قولي واش الحاجه الماكوله مشهوره في دلس؟ الماكوله كاين الحناين، كاين طعام بالحوت، طعام بالحوت كيما في كذا، ديروا طعام بالحوت، طعام بالحوت. خلاص نجيوها. يعني غير هنا دلس، واش داك تهضر، واش داك تهضر، يعني هذولك يشرفوني. عندكم هذاك الشاطئ الجميل، هذاك الصخري اللي فوقو ريستورون، راح للاسواق. نفتحوا له ايضا شاطئ تاع والدون، يعني ريستورو تاع والدون. يعني هذا راهم يجوا له الكثير عنده. هذاك وصح القاترويج، عمرنا القاترويج سياحه، لانه حسن المعامله مع الناس، ايضا الاستقبال، حتى الماكولات، البساطه والبساطه ديكور اللي خلته ربما ما خرجش عن المنطقه وخصوصيتها. صح، بعد دائما خصوصيتها. شكرا لك، نورتنا بحضورك، شكرا جزيلا، الصدى تاعك راه وصل لملايين المشاهدين باذن الله من خلال قناه الشروق تي في، برنامجنا الصباحي صباح الشروق. كل التوفيق لك ولكل الشباب اللي ينشطوا في ظل تحت ظل هذه الجمعيه. احنا مكملين مع المشاهدين، رايحين على فترة طبيعيه في البرنامج، نقولوا سارة طواهري الخبيره الكيميائيه اليوم اللي جابت لنا بديل طبيعي لغسول الشعر. صباح الخير سارة. اهلا وسهلا. صباح الخير سارة. صباح النور لطفي ايمان. مرحبا بك سارة. لاباس؟ الحمد لله. وانتم كيفاش خليتي البرج؟ صافا لاباس الحمد لله. تحياتنا لكامل الناس برج باريج عم يتابعوا فينا. اذا سارة، بديل طبيعي لغسول الشعر. نعم. شامبوان. شامبو. هو شامبو. عادة نتيقوا غير في الشامبوان اللي نشروه. نعم. تقريبا يعني كنا نستعملوا الشامبوان يعني اللي نشروه، لكن باش نديروا شامبوان طبيعي الدور راح يكون عليك الان ساره، لازم تقنعينا علاش لازم نروحوا للشامبوان الطبيعي. قلت اكدي لي على الترغوين، الرغوه هذيك الترغوين. انا خطر درت سونسولفات ما كيستو ما يرغونش. سونسولفات ما يرغونش، شعري ما حاش يتغسل. سونسولفات ما يرغونش. حنا عندنا فكره ديجا خاطئه، فكرة رائجة عند الإنسان كامل الناس، الحاجة اللي ما ترغونش معناتها ما تنظفش. صح، هي فكرة خاطئة. لأنه الرغوة هذيك هي مجرد رغوة، ماهيش لا علاقة لها بالنظافة ولا راح تنحي الزوائد والشوائب. يقدر كاين حتى الأرجيل، الأرجيل في حد ذاته هو ينقي، لأنه يبصر بكامل لي توكسين اللي كاينين والزيوت اللي كاينة على سواء الوجه ولا البشره ولا الشعر. هذه على فكره الترغوين. اما على الشامبوان ناتوريل، عندنا انا
من خلال البحوث اللي عملتها على لي شامبوان شيميك اللي نستعملوهم دائما طرقنا لها في الحصه اللي فاتت فيها مواد كيميائيه كثيره مضره بالصحه مشي بصحة الشعر فقط بصحة الجسم الإنسان كامل لأنه الإنسان الجسم راح يمتص كل ما يوضع عليه وهذيك لي بارتيكول شيميك راح يضر الجسم على المدى البعيد دي بيرتورباتور اندوكرينيان دي كانسيروجين كاين بزاف حوايج اللي ماهمش ما عندهمش فائده كبيره على لانها هي مضافات كيميائيه باش تكون عندنا لا فورمول تكون هذاك الملمس ويكون سائل ويكون اللون تاعو ابيض ولا وردي ولا فيه دي فوا نلقاو فيه كشغل دي بيغمون كولوري هذوك كل ما عندهم حتى فائده راح نستفادوا منها للشعر لانها زوائد كيميائيه مضره بالصحه حنا بحثنا على بدائل طبيعيه اللي تكون تعمل نفس عمل الشامبوان الكيميائي لكنها ما تضرش بصحه الانسان هو اللي يقدر يقولوا بزاف الماء طبيعي ما كاش احسن منه بلا ما دير ولا تركيبه أكيد لشعرك الماء لكن كاين بحكم تلوث المناخ وحكم كاين بزاف عوامل خارجيه الشعر راح يكون عليه شوائب راح يكون كاين لي شعر اللي يكون الشعر تاعو مزيت راح هو يتغبر يحكم بزاف شوائب الشعر الناشف يحتاج مكملات طبيعيه باش يتغذى على هذه احنا نستعملوا ونستعينوا بمواد طبيعيه تكون امنه على صحه الانسان مثلا عندنا لي بودغ لي بودغ انديان احنا نلاحظوا دائما نقولها ونعاودها الهنديات نلاحظوا شعورهم عندهم جمال تاع شعورهم كثيف ولمعان هذه حاجه محيره كي من خلال ابحاث اللي قبل اللي كاين عندهم نباتات يستخلصوها لي بودغ من هذوك النباتات ويستعملوهم كماسكات للشعر يستعملوهم كبدائل لي شامبوان عندنا مثلا ورائج بزاف في مواقع التواصل الاجتماعي بودره الصدر الصدر معروف عليه هو ينشف لا ينشف الشعر لكن عندنا كيفاش نعوضوا هذاك الجفاف اللي سبوا الصدر راح نعوضوه بزيوت نزيدوا له مضافات والصدر ذكروا الرسول عليه الصلاه والسلام ثاني بزاف مفيد هو في حد ذاته يرغون بلا ما نضيفوا الماده الفعاله اللي راح دير ترغوين حنا عندنا ماده فعاله طبيعيه دير ترغوين هذاك اللي الناس كامل لازم يكون ولا ما يقدرش يكون مرتاح انه ما غسل شعره مليح كل ما يرغونش عندنا قلنا بودره الصدر هي ترغون كاين اللي يستعملوها وحدها يديروها على شكل ماسك على الشعر ويوضع يبقى نص ساعه ويتشلل يرغون يتشلل ومن بعده نحطوا ماده هي بودره واش نزيدوا لها الماء باش نزيدوا لها الماء كاين وصفات يعني كاين بزاف وصفات يستعمل كاين اللي يديروا الياوغت ناتور هو ديجا فيه ماده دسمه اللي تعاون على ترطيب الشعر كاين اللي يزيدوا العسل كاين اللي بالماء وحده كاين يديروا خلطات حنا انا استعملت بودره الصدر في الشامبوان في تركيبه الشامبوان ناتوريل هو شامبوان ناتوريل سوليد صابون بشكل صابون في شكل صابون هو تركيبته غير تركيبه الصابون ما نقدوش نقولوا عليه صابون لانه ماهوش تركيبه الصابون هذا تغسلي به الشعر نغسلوا به الشعر ديري تشوفي ايمان نشوف شكرا هذا واش فيه زيوت ولا فيها فيه زيوت فيه بودرات وفيه الطين الابيض لانه ثاني يمتص كامل الشوائب اللي كاينه في الشعر ولي توكسين هو ديتوكسيفيون وعندنا لي بودر مثل بودره الصدر عندنا بودره الحنه اللي ما ديرش الحنه نوتر ما ديرش اللون اللي ما تصبغش الشعر هي حتجربوا كملوا راح نجرب به هي البودره تعاون دير بزاف الماء لطفي قاعدك دير بزاف الماء باش نشوف برك اذا يرغون يرغون بدا يرغون شويه زيد الماء زيد شويه ما وظيفته مثل وظيفه تختلف عن وظيفه الصابون هو التركيبه اللي تختلف عن تركيبه الصابون
هي تركيبة كملوا كملوا هاد روح نزيد الماء بمادة مادة اللي تدير الرغوة طبيعية ثاني آمنة على صحة الإنسان. وش داني نهضر وش داني نهضر وش داني نهضر تحديات لطفي والله راهي رغوة نشوفوها هذا لون الحنة اللي خرج لون الحنة ولون الصدر كاين فيه لابودغ داملا لا بودغ داملا ثاني عندها عندنا لا بودغ داملا من بكري كنا نعرفوا زيت املا دوكا كاين لا بودغ داملا هي غنيه بزاف بالفيتامين سي تساعد على تنقيه الشعر والجلدة فروه الراس كي تكون فيها مشاكل هي تعالج هذيك المشاكل سواء كانت بسورياسيس ولا اكزيما ولا حتى ولا قشره كامل المشاكل الكحل على هذه احنا في من خلال باش نديروا التركيبه استخلصت كامل الفوائد اللي كاينه في لي بودغ هذو كل بودره عندها فائده حنا باش نديروا شامبوان بوغ تو تيب دو شوفو لازم يكون عندنا مختلف نعالجوا مختلف المشاكل اللي يعاني منها شعر شحال تشد هذه هذيك تشد حتى شهرين شهرين على حساب كثافه الشعر على حساب الطول تاعو وعلى حساب طريقه الاستعمال لانه طريقه بعد المره في الاسبوع ولا شحال مرتين مرتين في الاسبوع مرتين في الاسبوع الاستعمال يكون يا نشمخوا يدينا ونشمخوا شعرنا رغونوا هذيك الرغوه نغسلوا بها ولا كي يكون كاين شويه مشاكل في فروه الشعر نديروا فرك خفيف على فروه الشعر ومن بعد هذيك الرغوه يغسل بها لانه منصوح انه غسل الشعر يكون التركيز على الفروه لانها هي اللي راح تتراكم فيها الدهون والشوائب اما الاطراف راح كي الشامبو هي تهبط يعني الرغوه تهبط ويقيسها تقيس الاطراف راح تتنقى من كامل الشوائب لان التركيز راح يكون على فروه الراس ما نديروش فرك اغريسيف نديرو فرك حتى بالنسبه للشعر اللي يكون مسبوغ يكون أكيد. فيه لماش يعني مقصف شويه مقص امنه على جميع انواع الشعر اي وهي خاليه من السيليكون ما فيهاش سيليكون هذه اللي راح تساعد على الفوائد اللي يكونوا كاينين في الشامبوان في حد ذاته جلده الراس والشعر راح يمتصها لانه السيليكون يغلف الشعره ما يخليهاش تمتص الفوائد تاع لوسون اللي رانا حاطينه هي ما فيهاش سيليكون رايح يعاون على الامتصاص فيها زيوت فيها زيوت اساسيه لانه نستعملوا زيوت اساسيه على جال منها نزيدوا بريق للشعر وكاين اللي مثل زيت جيرانيوم العطر شهدرنا عليها انها محاربه للقشره البي اش تاعها نتخ معتدل يحافظ مناسب مع البي اش تاع فروه الراس يستعمل للاطفال يقدر يستعمل للاطفال يستعمل للاطفال كاين انا دوك كي ندير معدنا مثلا هذه شوف اللون تاعها مش نفس اللون هذه فيها لابودغ دو كامومي بزاف امهات يتصلوا بيا على جال باش يحافظوا على لون شعر تاع الاطفال يكون اشقر دائما لانه معروف على كامومي لي شامبوان بوغ انفون باش يخلوا لي شوفو كليغ دائما فيهم كامومي انا استخلصت هذه بلا كامومي بلا بودغ دو كامومي وبالمنقوع الكامومي هي البابونج منقوع البابونج يحافظ على لون الاشقر تاع ويعطي هدوء ويعطي هدوء للاطفال بالاخص مع تدليك فروه الراس لانه كاين طرق لتدليك فروه الراس كاين كيفاش نقولوا المشط هذاك اللي في مشط اون سيليكون يعاون هذه كامل طرق غسل الشعر هي راح تاثر على النتيجه يعني نحوسوا عليها حتى الدوره الدمويه تزيد تصلح الجريان تحفز الدوره الدمويه راح نحاربوا تساقط الشعر راح نحاربوا الشعر الابيض شبه المبكر لانه كاين فيها ثاني كما قلنا لا بودغ داملا فيها غنيه بسيليكون غنيه بالفيتامين سي هي راح تعاون على تاخير ظهور شيب ماشي كي يكون كاين تنحيه لكن تاخير ظهور الشعر الابيض لانه تاخير شيخوخه الشعر وشيخوخه فروه الشعر راح ياخر ظهور شيب هل يقعدوا بها للشعر الرغوه هذه رغوه عاديه كيما الشامبوان كم تعودين احنا ترغون وشلل ما نخليوش هذاك التفاعل مع فروه الراس دير فرك الراس هذه دقيقتين من المستحسن وهي يعني على العموم يكون رغوه واحده تكفي لكن كاين اللي يكون داير مثل كيما الزيت اللي هضرنا عليه الحصه اللي فاتت زيت تساقط شعر ولا كان داير سوا من الاحسن يدير زوج باش يتاكد انه نحى كامل الشوائب اللي كانت كاينه على فروه الراس كاين غير شامبوان طبيعي بلسم طبيعي ما كاش
بلسم طبيعي كاين يديروا الشامبو يزيدوا البلسم كاين بلسم طبيعي وهو عنده نفس الشكل يكون على البلسم كما البلسم الاخر لانه كاين دركا ابحاث عديده كتلما احنا عرفنا لي موليكول شيميك اللي كاين في البلسم والشامبوان بزاف مضرين العلماء حاولوا انه يلقاو بدائل طبيعيه قولي لي نعم مازال ما كملتيش فكرتك فكره البلسم لانه كاين بلسم بطريقه صلبه كما هذا إيه؟ هو فيه التركيبه تاعو فيها مواد طبيعيه لكن عندها نفس التاثير كما البلسم الكيميائي صح نهضر لك على الحجم وعلى الشكل علاش صلبه علاش ما حضرت احنا متعودين الشامبو يكون سائل انا حبيت نديرو صلب لانه الصلب ما فيهش ماء فيه نسبة قليلة الماء انه بعد انه في فترة الجفاف تاعها تتبخر لانه كي ندير شامبوان ليكيد راح نحتاج انه يكون فيه مادة حافظة وراح نحتاج المادة الحافظة راح تكون نوعا ما كاين مواد حافظة ما تحكمش فترة طويلة الطبيعية نهضر على الطبيعية لانه انا اختصاص في الكوزميتولوجي ناتشورال المواد الطبيعية كي تكون فيها الماء هو اللي رايح يكون عامل لتكاثر بكتيريا ثم لازم مادة حافظة ومدة صلاحية المنتوج راح تكون قصيرة طيب. نكمل لك فكرة طيب. والصلب اقتصادي على السائل إيه؟ وفيه المواد أقل مواد كيميائية ممكنة لكن أكيد متأكدة أنه عملية الحفظ راح تكون صحية 100% لأنه أنا نشوف أنه كثير أخصائيين صاروا يميلوا للسوائل حتى صابون غسل اليد ينصح أنه ما نستعملوش الصابون الصلب لأنه تتكاثر فيه الجراثيم وتبقى فيه العديد من الشوائب أنا لما نستعمل هذا الصابون شعري راه مسخ صح؟ إيه. ومن بعد أنا نجي نحط هذا الصابون ونفرك على شعري راهي علقت فيه واش كان في شعري راه علق فيه طريقة الاستعمال حتختلف إيه؟ طريقة الاستعمال كي نغسلو من بعد نشلوه نكبوا عليه الماء راح يتنحى واش كان لاصق فيه هذوك الشوائب راح تتنحى ومن بعد نحطوه نشفوه كيما حطيته في منشف هكذا اون بابي ونحطوه في بلاصه ناشفه يتحط في مكان ما هو فيه يعني ما فيهش رطب ما نخلوهش قدام لابينوار ولا يسيل عليه الماء ديجا رايح يذوب ورايح قلنا الماء هو عامل لتكاثر البكتيريا كي يبقى دائما مشمخ ولا يكون لشتب نسبه قليله يكون رايح يسبب له تكاثر بكتيريا وتتعفن الحاله وتتعفن إيه؟ لانه على هذه لازم الحفظ تاعو وطريقه الحفظ تاعو تكون صحيحه نشفوه ونحطوه في مكان جاف ومن بعد كي نشف نتاكدوا بلي ونشوف نقدروا نديروه في علبه ولا نخليوه في مكان جاف وخلاص احنا رايحين كي رايحين نستعملوه الحين نديروا عليه الماء كيما قلت ينظف كلش الماء غير كي نبداو نرغونه راح ينحي واش كاين على السطح تاعو وفيه الرغوه وفيه فيه لارجيل قلنا لارجيل هو يمتص كامل لي توكسيك اللي كاين فوق الشعر هو يدير عمليه امتصاص كامل الزيوت والتمار راح تكون طريقه تاعو الاستعمال تاعو راح يكون امن هو فيه مواد طبيعيه لي بودغ هذو عندهم ايفي اونتي باكتيريان تمام الحجم علاش ما فكرتوش في حجم اكبر احنا العائله الجزائريه كي تستعمل الصابون ولا تروح لواحد ولا لا كي درك ولات حتى الشامبوهات بحجم عائلي حجم كل شيء بحجم عائلي العائله الجزائريه معروفه انه كي نشريو صابون تقسموا كل العائله هذه غلاء البودره هو اللي يخلي غلاء السعر الا يكون الحجم اكثر من هكذا راح يكون السعر تاعو اغلى هذا استعمال شخصي لا يقدر يكون استعمال عائلي يعني هذا ويكفي انت تشوفه صغير بصح هو يكفي لانه الرغوه راح تراغي كيكون الكاين وفره في الماء تشمخه مليح يراغي بيان تما ما تخافش انه يكون ما يكفيش ولا يكون اي حب واحد يدير استعمال شخصي يقدر يدير استعمال شخصي انا خممت في الحجم هذا يكون حجم معتدل باش يكون السعر تاعو في متناول كامل الناس لانه كون نزيد الحجم راح اوتوماتيكمون لازم يزيد السعر وحنا السعر كيعود بزاف غالي الناس تخاف تجرب المنتج
انا درت مام فورم هذه صغيره ايكونوميك، هذه استعمال شخصي باش الناس تتشجع انها تجربوا. احنا الهدف تاعنا انه نتخلاو على الكيميائي ببدائل طبيعيه متاحه. ماشي بديل طبيعي، كاين دي مارك اترونجير بزاف غاليين وما نقدروش كامل الناس تستعملهم، لانه على هذه تولي تقول لك انا نستعمل اي منتج كيميائي وخلاص. احنا انا حبيت انا ندير هذه المبادره انه يكون الحجم صغير، استعمال السعر تاعو راح يكون في متناول الناس كامل. اون فوا يستعملوا انسان ومن بعد راح اكيد راح يعجبه، ومن بعد راح يشوف الفوائد تاعو، من بعد ما يستغلاش السعر تاعو. على انا هذه طريقه التسعير، هذه هي نحب ندير منتج صغير الانسان يتشجع انه يشريه، بعد كي يشريه رايح يكون من بعد السعر تاعو ما يروحش يكومباري السعر تاعو، على باله باللي يستهل السعر تاعو كيشوف النتيجه. النتيجه وقتاش تبدا تبان؟ النتيجه من بالنسبه لتساقط الشعر راح يكون من ثاني استعمال يبدا يظهر على التساقط، لانه فيه بزاف لي بودغ اللي كيما السدر واملا فيحاربوا تساقط الشعر. اللمعان من اول استعمال، يبان بعد تجفيف الشعر يلاحظ لمعان مختلف. انا يعني عن تجربه شخصيه، كان اول استعمال جربته في عائشه بنتي كانت النتيجة يعني انا انبهرت فيها، ما كنتش نستنى فيها. تكون لمعان باين، خاصة يكون يستعمل من قبل سيشوار ولا يكون يدير فيه حاجة ليليسور ولا كيميائية. بعد هو بعد لأنه الحنة هي تعمل على دير ألقان للفيبر كابيلير، شغل الشعرة تغلفها بالمواد الطبيعية أنها تبقى عندها اللمعة تاعها ترممها. الترميم تاع الشعره رايح يقلب شعره كيما خلقها ربي، خلقها في احسن صوره. هذه هي والطول كي اللي يحبوا على الطول يزيد تاع الشعر، لانه فيه بودره سدر هي تعمل على الطول. اوكي شكرا لك، نورتينا بحضورك ساره واستفدنا كثير من خلال هذه الاضاءه حول هذا النوع من الشنفه. شكرا لك. مشاهدينا احنا على فاصل اشهاري، يلا تفضل. مواضيع فندق رمال الذهبية هو المكان الذي يحتضن ويحتوي برنامج صباح شروق طيلة هذا الموسم، التابع لمجمع فندقة سياحة حمامات معدنية الاش تي تي. ما عندهاش برك هذا المكان، عندها أماكن رائعة جدا على طول الساحل الجزائري، حتى داخل لما نسيروا كيلومترات نحو الجنوب الجزائري هناك أيضا ببسكرة فندق رائع، أيضا في بوسعادة عندها العديد والكثير من المرافق السياحية، تيميمون أيضا، وبسيدي فرج ميناء سيدي فرج أيضا يحتوي على فندق رائع جدا، فندق مرسى سيدي فرج هو فندق جميل جدا، وخاصة أنه مؤخرا كان في إعادة تهيئة لهذا الفندق الجميل اللي هو تحفة صراحة، يطل على الميناء التاريخي ميناء سيدي فرج. سعداء جدا أن يكون حاضر معنا السيد منزي برهان وهو مدير هذا المركب ومدير هذا الفندق مرسى سيدي فرج. صباح الخير، أهلا وسهلا. صباح الخير كل متابعين قناة شروق تي في، وسعيد جدا بتواجد معكم هنا. نورتنا بحضورك. إذا كما قلنا هو مرسى سيدي فرج هو فندق يعني تابع لمجمع فندق السياحة وحمامات معدنية الاش تي تي، مؤخرا كان فيه إعادة تهيئة لهذا الفندق اللي كما قلت يطل على ميناء عنده رمزية كبيرة عند الجزائريين وتاريخي يعني في الجزائر. انت شحال عندك استاذ وانت في الفندق هذا ملي توليت منصب؟ عندي الان 4 سنوات. أربع سنوات. ما شاء الله. يعني مدة الله يبارك معتبرة. نعم. كيفاش كانت هذه مسيرتك ولا تجربتك على رأس هذا الفندق؟ أولا فندق المرسى هو فندق تابع لمؤسسة سير سياحي لسيدي فرج، واللي بدورها تابعة إلى مجمع فندقة وسياحة. الفندق تمت عملية العصرانة تاعو بدأت عملية العصرانة في 2016. كملنا يعني في عملية العصرانة في 2021. الان الفندق ريبون نورم انترناسيونال ويستجيب للتطلعات الزبون العصري، فيه كل المرافق تمت عصرانتها. يحتوي الفندق على مسبح، يحتوي كذلك على شاطئ خاص،
يحتوي على 84 غرفة، يحتوي كذلك على قاعة متعددة الاستخدامات، يحتوي على قاعة شاي، ويحتوي على مطعم، مطعم قاعة الاستيعاب تاعو 150 شخص. في هذا الموسم الاصطياف واش كان الشيء اللي يميز فندق المرسى؟ في موسم الاصطياف هذا وتبعا لتعليمات مجمع فندقه وسياحه، لي سيجور تاعنا تاع الكليون تاعنا نو ديباس با 10 ايام. بفضل هذه التعليمه يعني اصبح كل المواطنين عندهم القدره على الحج في فندق المرسى. على غرار واللي حاب يزيد لا، يعني على غرار مواسم الاصطياف الاخرى كان الزبون، ما نقولش احتكار، ولكن الزبون كان يحكم 20 يوم الى شهر في الفندق. كي يجي مواطن اخر اللي يحب يجوز عطله تاعو في الفندق يلقى كلش محجوز. ولكن الان لا، دوكا يستطيع، نحكي لكم على اليوم هذا اللي انا فيه، يستطيع الزبون يعيط للفندق يقوم بعمليه الحجز، والعجز الان رانا واصلين في 25 اوت، يعني يلقى الاماكن ليبر في 25 اوت ويستطيع يجوز الفندق، يجوز لو سيجور تاعو. كذلك عندنا في هذا العام عندنا توافد كبير للجاليه الجزائريه الموجوده في الخارج على غرار مواسم الاصطياف الاخرى. يعني نقدر نقول لك 50% من الزبائن تاعنا هما من افراد الجاليه الجزائريه الموجوده في الخارج. هذا العام ثانيك على غرار مواسم الاصطياف الاخرى عندنا الحجز الالكتروني، يعني الزبون تاعنا من اي مكان في ربوع الوطن يستطيع يدخل الموقع تاعنا يحجز الغرفه تاعو ويخلص لو سيجور تاعو، يخلص الغرفه تاعو عن طريق بطاقه الدفع الالكتروني الذهبي، يقوم فقط بعمليه التسجيل. القوانين اللي تنظم الخدمة السياحية تقدروا أنتم تحكموا فيها كفندق؟ يعني أنا زبون مثلا، نعود نرجع لنقطة تحكم في عدد الأيام الإقامة للزبون أو السائح، لما يجيني سائح أجنبي يعجبه المكان ويحب أنه يجي لفندق المرسى ويحب يقضي بأمواله، يقضي أكثر من 10 أيام. احنا يعني نكونوا مرنين، نكونوا فليكسيبل. عندنا سواء عندنا دي توريست من ليترونجي جاونا، يعني يريحوا حتى فتره شهر، ما نقدرش نقول لهم ما تريحش على حساب المده، ولكن نحاول توجور يعني استفاده جميع افراد المواطنين الجزائريين من الحجز في الفندق. علاش ما توجهوهمش لمرافق اخرى او فنادق تابعة نفس المجمع اشتيتي ويكون تنسيق هكذا باش تحكموا في العدد؟ كاين تنسيق بيناتنا، كاين تنسيق بيناتنا، ولكن المنتجعات السياحيه تعرف توافد كبير للسياح، تعرف طلب كبير للسياح. ففي هذا الفتره هذه الموسم الاصطياف نحاول توجور يعني الزبون تاعنا يلقى مكان وين يجوز العطله تاعو. هو قرار يعني لكل فنادق التابعين اش تي تي، يعني مش فقط للمرسى. نعم، يعني قرار هي من اجل كل المواطنين الجزائريين، يستطيع نتيح الفرصه لجميع المواطنين الجزائريين من اجل قضاء العطله تاعهم. اللي يهم اكثر المواطن الجزائري نقدر نقولوا هما الاسعار. زمان كانت وجهات معينه عند الجزائري يروح يعني لدول الجوار يفضل انه يقضي يعني العطله. الان هل فيه اسعار تنافسيه اللي تخلي زبون جزائري يقضي العطله في ارض الوطن؟ الاسعار تاعنا هي قمنا قبل تحديد الاسعار قمنا بدراسه شامله للمجتمع الجزائري، يعني تكون سعر مناسب لكل افراد المجتمع الجزائري. السعر الحالي الان في فندق المرسى لغرفه ثنائيه يعني شومبر دوبل شخصين فيها فطور الصباح وفيها العشاء، يعني تكون 7000 دينار جزائري للشخص الواحد، يعني تكون 14000 دينار جزائري للغرفه الواحده فيها يعني العشاء وفيها فطور صباح وفيها كل الخدمات، فيها قاعه رياضه، فيها المسبح، وفيها الدخول الى الشاطئ. يعني الزبون كي يجي الشاطئ يلقى الطونصه تاعو، يلقى وين يريح، يلقى كامل شروط النظافه وشروط الراحه في الشاطئ وفي المسبح وفي كل مرافق. اللي يختار هذا النوع من المرافق وهذه الفنادق يعني راح ينظم يومه وما يخرجش من خارج الفندق، يبحث على كل ما يريحه داخل نفس المكان. هل من انشطه ربما ترافقوا من خلالها السياح اللي يكونوا مقيمين بالفندق ترفيهيه ثقافيه فنيه؟ طبعا الهدف تاعنا هو كما قلتوا يعني انه السائح كي يدخل عندنا الفندق او زبون ما يخرجش من الفندق، يلقى كلش متوفر. على غرار المسبح والبحر يعني ننظموا كذلك انشطه في الليل للعائلات، موجهه للعائلات. الانشطه تاعنا هذه تكون متنوعه وما تكونش فقط موجهه للاطفال. وصلنا حتى وين يعني العائلات هما اللي يتقدموا، نديروا مسرح، عمليه مسرح، والعائلات هما اللي يتقدموا، هما اللي يديروا لنا ديسكاتش، وهما اللي يضحكونا، وهما اللي يديروا. بفضل هذه الانشطه يعني خلقنا جو عائلي بين العائلات،
العائلات، العائلات الان ولات كامل تتعرف بيناتها، زبائن قاع يتعرفوا، ولات عندهم نظره انه الزبون يقدر يجي الفندق تاعنا ويجوز ان سيجور وبلا ما يخرج منه. يعني كاين عائلات وين ما خرجوش سبعه ايام هما في الفندق بلا ما خرجوا من الفندق. تقريبا كل هذه الفنادق تابعة لأشقيطي هي تحفة، يعني الله يبارك ما شاء الله كما هذا رمال ذهبية وفي فنادق أخرى، لكن وش اللي يميز، وش الخصوصية تاع فندق المرسى مقارنة بباقي الفنادق؟ الخصوصية تاع فندق المرسى هي بفضل تضافر الجهود وبفضل سياسة رئيس مدير عام لمجمع فندق وسياحة ومؤسسة سير سياحي لسيدي فرج، أصبح الآن ميناء سيدي فرج وجهة وقبلة العائلات. يعني عندنا ميناء تاريخي، ميناء لو سول بور دو بليزونس الموجود في الجزائر، اصبح وجهه لكل العائلات الجزائريه. على الساعه 18 يعني على الساعه 6 مساء يبدا توافد العائلات للبحر للميناء. طبعا كل المرافق موجوده في البحر، هناك امام انشطه في الميناء، الانشطه هذه تبدا من الساعه 6 مساء حتى الليل. من الصلائمه في المنصة العائمة، الأنشطة هذه تكون في المنصة العائمة لسيدي فرج، يكون فيها كذلك مطاعم، مرافق موجودة وخاصة الأمن. يعني وفرنا كل شروط مهمة جدا هذه تاع الأمن، يعني ناس بزاف كانوا ربما يخافوا يحوسوا دائما على المكان يكون عائلي، نقطة الأمن يعني تلعب دور كبير. الأمن الآن بحمد لله الحمد لله متوفر، العائلات كلها يعني ما عدنا حتى حادث متعلق بالأمن، لم نسجل أي تجاوزات في الأمن في موسم الاصطياف 2024، لم نسجل أي اعتداءات، لم نسجل أي شيء، العائلات كلها فرحانة وتتوافد، والجو هو عائلي بامتياز ووجهة مفضلة للعائلات. لا حتى منطقة سيدي فرج مؤمنة جدا، هناك فنكات عسكرية، مراكز الدرك الوطني، مصالح الشرطة، الحماية المدنية، حتى عوان الأمن التابعين لفندق المرسى ليستقبلوا الزبون أحسن استقبال. حدثنا عن العامل البشري اللي يسخر به الفندق، هل من تكوينات، هل من تأطيرات لمن يستقبل السائح الجزائري والأجنبي داخل الفندق؟ طبعا يعني قبل موسم الاصطياف نظمنا حملة تحسيسية لفائدة العمال تاعنا على كيفية الاستقبال، على كيفية توجيه الزبون، والتوجيه يكون يعني من الدخلة تاع سيدي فرج حتى الاستقبال تاع فندق المرسى، ما يكونش فقط في الاستقبال. يعني زبون يمر على عدة أعوان أمن يوجهوه وين يخلوه وين يحس روحه في أمان ويحس روحه مرتاح. مرتاح. عندنا كذلك أعمال أعوان الاستقبال اللي ميتريز لي لونغ اترونجير، يعني ما يكونش عندهم ديفيكولتي مع الكليون تاعنا، فوالا ما يكونش عندهم ديفيكولتي مع الكليون اترونجي في التعامل معه والتحدث معه، يعني مهما كانت اللغه تاعهم. متخرجين من المدرسه العليا للفندقه والمراكز الاخرى. نعم. اللي تقدم تكوينات صح؟ نعم. حتى يعني مراكز التكوين المهني صارت تقدم. نعم. هذا النوع من التكوينات الخاصه بالسياحه. نعم، ولا عندهم كامل تكوينات، كامل عندهم يعني دي ديبلوم في الدومين هذا تاعنا تاع التوريزم والهوتيلري كامل مكونين. احنا مؤخرا تقريبا كل الكوادر وخاصه المسؤولين على مثل هذه المؤسسات الفندقيه هم شباب، مقارنه بالسنوات الماضيه تقريبا يكون المسؤول شخص متقدم شويه في العمر، لكن مؤخرا شفنا السياسه تغيرت كما انت رانا نشوفوا فيك الله يبارك، يعني في ريعان الشباب نقدروا نقولوا، كيكون المدير الشاب راح يقدم اضافه اكثر ربما وتكون سهوله في التواصل أكثر. ايضا سهوله في التواصل ويفهم العصر من مواقع التواصل من. نعم، هذه سياسة الجزائر الجديدة، فيعني كي يكون هناك إطار شاب راح التوجه تاعو كاع راح يكون في الرقمنة ولا ديجيتاليزاسيون، يعني راح يكون التوجه تاعنا كامل في كيفية إدخال عنصر الرقمنة في التسيير وفي كذلك الباركور دو كليون. يعني لو كليون تاعنا من لا ريزرفاسيون من الحجز تاعو يكون على الانترنت اونلاين، يعني حتى كي يخرج ثاني كيحط لنا دي كومونتير ويحط لنا تعليقات تاعو اونلاين ونقراوهم اونلاين. يعني هذا هو لافونتاج تاع اطار شاب. وتعاملوا مع الوكالات السياحيه؟ نتعاملوا مع الوكالات السياحيه، عندنا وكالات سياحيه الان لما يجيبوا لنا زبائن
ونشجعوهم كذلك من أجل العمل تاعهم يكون كاينة تشجيع للسياحة الداخلية هنا في الجزائر. وكالة سياحية العمل تاعها ماهوش غير تخرج الجزائريين من الخارج، ولكن عندنا وكالات سياحية لنا نخدموا معهم، والعمل تاعهم يقول لك أنا العمل تاعي متخصص غير في السياحة الداخلية، ما نخدمش الخارج، السائح تاعي نديه الجزائر، ويكون السيجور تاعو يشبه السيجور تاعك يكون في البلدان الأخرى. السائح لما يجي، السائح الأجنبي بالأخص لما يجي يزور بلد ما، يبحث عن النمط الغذائي والأكل التقليدي الخاص بالمنطقة، وش هي الأطباق اللي يركز عليها الفندق مرسى سيدي فرج؟ الأطباق تاعنا تكون متنوعة، كما قلت السائح الأجنبي كيجي يحب يعيش يكتشف ويعيش أجواء أخرى متغيرة على البلد تاعه. الأطباق تاعنا تكون متنوعة، عندنا أطباق تقليدية، عندنا أطباق يعني تاع الشعب الجزائري اللي نمدوا فيها التراث تاع الشعب الجزائري، نمدوا فيها تانيك الأصالة تاع الشعب الجزائري. السائحين الأجنبيين كامل انبهروا من هذا الأكل وعجبهم. عندكم شيف شاطر؟ نعم. يعني قلت في ركز على الأكل. هي لازم. كاين ناس صح يحب يروح يقول لك أنا يهمني كثير جودة الأكل في الفنادق. يهمه جودة الأكل، يهمه كذلك الأمان في الأكل، لا سيكوريتي أليمونتير. والاستقبال ثاني صحيح. فوالا لا سيكوريتي أليمونتير، يعني الأكل تاعو يكون نظيف، الأكل تاعو ما يكونش فيه مواد غير صحية، والأكل تاعو ما يكونش فيه أمور اللي تضر الصحة تاعو. بديتوا تحضروا البرنامج ما بعد موسم الاصطياف؟ سيدي فرج ولات الآن قبلة يعني تاع اصطياف، ولات هناك قبلة يعني كي نخرج موسم الاصطياف راحت ظاهرة لا سيزوناليتي، راحت ظاهرة الموسمية. يعني سيدي فرج نحات هذه الظاهرة، ولات سيدي فرج قبلة في كل عام. خارج موسم الاصطياف عندنا يعني نركزوا على الويكند، نركزوا كذلك على العطل المدرسية اللي يكون فيها قبل العائلات، وفي الأيام الأخرى نركزوا كذلك على التوريزم دافير يعني الملتقيات، وعلى التعاون مع شركات والعمل مع شركات. ترويج مهم جدا وضروري لأي مكان. مواقع التواصل الاجتماعي صارت تقدم تسهيلات كثيرة بالنسبة للسائح في اختيار الوجهة السياحية، وحتى للمرافق السياحية من أجل ترويج للمكان. أنتم عندكم كوادر تهتم بالصفحة الخاصة بالفندق؟ عندنا إطار مخصص، العمل تاعهم مخصص لهذا الشيء. يعني قبل قليل فقط كنت نتحدث معه على من أجل أن نقوم بإعلان جديد. العمل تاعه هو أساسا هو الرد على رسائل كل الزبائن. حتى أنا كأول مسؤول على الفندق عندي وقت مخصص من أجل الرد على الزبائن في مواقع التواصل الاجتماعي. كامل الرسائل يكون عندها رد، تعليقات كامل نأخذها بعين الاعتبار، وكذلك نقدم خدمة الحجز عبر موقع التواصل الاجتماعي. اللي حب يحجز يبعث لنا فقط رسالة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ولا انستغرام، ونريبوندي له ونعطوا له الحجز تاعو. أنت كمدير وش الشيء اللي تركز عليه أكثر لما تقوم بمهامك داخل الفندق؟ الشيء اللي نركز عليه هو أولاً ساتيسفاكشن دي كليون، يعني الكليون تاعنا يكون راضي على الخدمات تاعنا. الشيء الثاني ومن أجل يكون راضي، يعني عندنا عدة عمليات اللي نتبعوها باش نعرفوا أسكو الكليون تاعنا راهو راضي ولا لا. عندنا سجل شكاوي لروجست دونيونس اللي نتفقدوه كل يوم، وعندنا كذلك ليطا دو رومبورسمون. يعني الحمد لله في موسم اصطياف 2024 ما عندنا حتى طلب تعويض، يعني الكليون كامل ساتيسفي. ولو يكون فيه طلب تعويض يعني تعوضوا عادي؟ أكيد إذا كان هناك ضرر للزبون نعوضه له إذا كان ضرر، ولكن الحمد لله ما عندنا حتى طلب، يعني حتى زبون ما طلب نعوضه له. كذلك شيء اللي نركز عليه هو كيفاش نخلو الزبون يعود يجينا مرة أخرى، فيداليزاسيون دي كليون. موسم اصطياف 2024 أنا نمد لهم يعني مام دي كادو للكليون كي يكون خارج، كي يكمل السيجور تاعو نمد له كأس، والكأس هذاك مكتوب فيه شعار تاعنا اي لوف سيدي فرج، نحب سيدي فرج. يعني مام كي يديه معاه للدار راح يتفكر سيدي فرج، راح يجي ذكرى وراح يعاود يولي لينا في لحظه ما. اكيد هي الترويجيه تركزوا عليهم. العروض الترويجيه، العروض الترويجيه اللي نركزوا عليها هي كل ما يكون السيجور اكثر من ليلتين ثلاثه نقصوا له في السعر. كل ما يكون نحبين حضورك معنا منزل برهان مدير فندق مرسى سيدي فرج. نتمنى أنه كل المشاهدين يعني يركزوا من خلال وجهتهم اختيار الوجهة السياحية على المناطق
اللي تسخر بها الجزائر والمرافق السياحية اللي تسخر بها الجزائر، لأنه فيه اجتهاد كبير من أجل النهوض بقطاع صحيح. السياحة صحيح. شكرا لك نورتنا بحضورك. شكرا شكرا سعيد بالحضور معكم. شكرا شاهدينا، رايحين على فاصل أو في روبورتاج رايحين نحوسوا في روبورتاج تحويزة. تفضل. قلعة بني حماد هي موقع أثري يقع في الجزائر على بعد حوالي 36 كيلومترا شمال شرق مدينة المسيلة. تأسست القلعة في عام 1007 ميلادي على يد الأمير الحمادي الناصر بن علناس، وكانت عاصمة الدولة الحمادية التي كانت جزءا من الإمبراطورية الزيرية. تعتبر قلعة بني حماد أحد أبرز المواقع التاريخية في الجزائر، وأدرجت على قائمة التراث العالمي لليونسكو في عام 1980. تضم القلعة مجموعة من المعالم الأثرية البارزة مثل القصر الملكي والمسجد الكبير الذي يعتبر من أكبر المساجد في الجزائر، بالإضافة إلى الحمامات والمنشآت الدفاعية. تتميز القلعة بموقعها الجغرافي الاستراتيجي في منطقة جبلية، مما وفر لها حماية طبيعية وجعلها مركزا مهما للتجارة والثقافة في العصور الوسطى. إلى جانب ما سبق، تتميز القلعة بتصميم معماري فريد يجمع بين العناصر الدفاعية والفنية، فالجدران السميكة والأبراج العالية كانت تهدف إلى حماية المدينة من الهجمات، بينما الزخارف تعكس الثراء الثقافي والفني للدولة الحمادية. تضم القلعة العديد من البقايا الأثرية التي تعكس الحياة اليومية والثقافة في ذلك العصر، مثل الأدوات المنزلية، الفخار والنقوش الحجرية. فقد كانت القلعة مقسمة إلى مناطق سكنية وتجارية ودينية، مما يدل على التخطيط الحضري المتقدم. فالمنطقة السكنية كانت تحتوي على منازل وقصور، بينما كانت المنطقة التجارية تحتوي على أسواق ومحلات. قلعة بني حماد كانت مركزاً للتعليم والثقافة، حيث جذبت العلماء والفنانين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، فتعتبر المكتبات والمدارس جزءاً أساسياً من المدينة. تم تنفيذ عدة مشاريع لترميم القلعة والحفاظ عليها لضمان بقائها كمعلم تاريخي وسياحي، فالجهود مستمرة للحفاظ على الموقع وتحسين مرافق الزوار إلى يومنا هذا. قلعة بني حماد تعتبر شاهداً حياً على التاريخ الغني للجزائر، وتعكس التقدم الحضاري والثقافي الذي حققته الدولة الحمادية في العصور الوسطى. نشكر سيرين بخاري على هذا التقرير حول قلعة بني حماد اللي بنوها الحماديين في مسيلة. كنا شفنا هذا التقرير ودرنا له إضاءة جميلة إذا تشفوا مع بعض. الحماديين انتقلوا من مسيلة راحوا لبجاية وزادوا أسسوا حضارة رائعة جدا، راح نعملوا لها إضاءة مع بعض بحضور الحسن محمد قريق باحث في التاريخ، راح يعطينا تفاصيل أوفر. صح، صباح الخير. مرحبا بك. صباح الخير عليكم. صباح لكم ليكم وللسادة المشاهدين. إن شاء الله أيام صيفية ما تبقى ممتعة إن شاء الله ومتعكم بها إن شاء الله. صحة ولهنا. بالطبع عاود تكلم سي لطفي على بجاية. بجاية هي من الحواضر تاع الجزائر، تعرفوا بأنه كل الأمم القديمة والثقافات اللي أسست، أهم شيء اللي عمله الإنسان المتحضر هو تأسيس الحواضر لتأسيس المدن، لأنه الإنسان قبل ما يدخل في الحضارة كان عايش على الهوامش هكذا، يا مجموعات قليلة من الناس ولا راهم ياكلوا منا يصيدوا ولا، من بعد لما قروا يعيشوا كجماعة تما اللي دخلنا للحضارة.
نظموا تتنظم التنظيم. علاش؟ على خاطر التنظيم هذاك الاجتماعي راح يلزم عليك واجبات ويعطيك حقوق نحو المجتمع، ومن بعد لحقوا القوانين، تنظيم المجتمع، التراتبية في المجتمع، تنظيم التعليم، تنظيم الصحة، تنظيم هذه الأمور كلها هي اللي خلقت الحضارة. احنا كمان لما نتكلموا عن الحضارة البابلية مباشرة نروحوا للمدينة نشوفوا واش داروا في نقول لك هنايا الاثار هي اللي تخلينا نعرفوا انه كان فيه ثقافة حضارة. بارك الله فيك. وهذه والجزائر عندنا العديد من الحواضر القديمة ما قبل التاريخ، نعرفوا كامل الإنشاءات اللي كاين مثلا في منطقة الهوغار، هذوك الرسومات الموجودة، المدن اللي راهي تحت الرمال. من بعد لما نجيو العهد الوسيط يعني العهد الإسلامي في الجزائر عندنا العديد من المدن والحواضر. نبدأ أقدم مدينة ربما من أقدم المدن عندنا قسنطينة، عندنا المدن المندثرة مليانة، عندنا تروح مثلا الوهران ولا تلمسان ولا سطيف ولا كلها مجانا. دلس كنا نتكلموا مع رئيس الجمعيه هذاك على دلس، بجايه، هذه كلها تعطيك يعني تبسة بسكرة كلها مدن الحواضر هذه. من بعد هذا الشيء هذا والمعيشه في هذا الاطار هذا ياثر كذلك حتى على طبيعه الانسان، الانسان الحضري والانسان البدوي ثقافتهم مختلفه. حتى والإنسان وحنا نفرقوا كاين الحضري وكاين الفحصي وكاين البدوي، يعني كلها عنده كل واحد عنده الثقافة الخاصة به. بجاية كبجاية هي مدينة الآثار قديمة، آثار ما قبل الرومانية، لأنه المنطقة جميلة والمنطقة فيها المياه، منطقة قريبة للبحر ومحمية ضد الهجمات البحرية، إذا من غير شك الإنسان راح يسكن فيها من البداية. وعندها يعني عندها الواد اللي يجيب لها المياه هذيك، والواد هذاك يخرج في المرسى ويعطي هذا لها مرسى محمي. هذا يعني وخلى الناس يجيوا يستقروا فيها من قديم الزمان، يعني من البدايه كانت ما يسميوها صلاي. من بعد في العهد الاسلامي بقات مدينه ولا قريه هاشميه الى ان قرر الناصر الحمادي هذاك لما قرر الانطلاق الخروج من قلعه بني حماد والمجيء والاستقرار في بجايه، هو اللي عاود مدنها، اذا عاود كبرها. بالطبع لما يجي سلطان يسكن في مدينه يرجعها عاصمه تاعو راح يحط هكذا بناء الجوامع القصور يستثمر فيها. وهذاك اللي خلى يعني المدينه كانت مبهره، هذاك قصر اللؤلؤه والجامع القديم كلها كانت الناس البحري الاسطول البحري. ومن بعد ولات بجايه هي المستقر تاع الاندلسيين. الاندلسيين لما يروحوا في الرحله الحجيه تاعهم كي يروحوا للحج ولا المشرق باش يقراوا ولا ما يمروش على مدن اخرى من منطقه شمال افريقيا، يروحوا مباشره الى بجايه. وهذاك اللي اعطاه واحد نشاط ثقافي كبير وحضاري اللي اعطانا هذا عنوان الدرايه اللي كتبوا الغبريني على علماء هذه في قرن واحد كانوا فيها اكثر من 100 عالم تكلم عليهم واعطى هذاك النشاط. من بعد اصبحت مدينه بجايه من بعد بالطول لما اصبحت تحت النفوذ الحفصي ولات صانعه الخلفاء الحفصيين، لانه الملك الحفصي يبعث وليده امير في بجايه حاكم، من بعد كي توفى هو ولا يتنحى يروح وليده من بجايه واللي هو ملك في تونس. كانت هذه المدن الثلاثة اللي كانت عندهم أهمية كبيرة، بجاية، عنابة وقسنطينة في العهد الحفصي. هذا تفضلي. الشيء اللي لفت انتباهي استاذ قريقة تتكلم يعني الكتاب حتى نشوفه باللغة العربية، ذكرت سلاطين كلهم تقريبا هوية عربية، وين الهوية الأمازيغية؟ احنا اليوم نعرفوا بجاية كلابتيت كابيلي ديجا نقولوا قبائل صغرى وأمازيغية. لو كان تعرفي الحضارة تاع بجاية مازال موجودين على كل حال، عندهم حتى الأمازيغية تاعهم عندهم أمازيغية خاصة، عندهم الجبة البجاوية تعجيجل تختلف عنه. عندهم واحد التقاليد لأنهم هذا الميكروكوزم هذا المجتمع اللي كان هكذا نمى خصوصيات تاريخية هكذا جعلهم، واللغة تاعهم هي قبيلية فصحى قريبة جدا اللغة. وهذا يعني كيش نقول لك
هذا العامل تاع التاريخ. العامل تاع التاريخ هو اللي يؤدي الى نشوء هذه الحضارات. من بعد الجماعه كجماعه راح تميل تاخذ هكذا واحد الميولات وتاخذ لغه وتنميها ولا تنفيستي فيها ولا تاخذ لغه اخرى. لكن الهويه احنا نعرفوا الحماديين من اصل صنهاجي، لكن هذاك الوقت الرؤيه اللي كانت عندهم ماشي كما رانا نشوفوا فيها احنا، والا احنا ما على بالناش واش كان صاري هذاك الوقت. هذاك الوقت زمان هذاك الوقت، لكن هما ما كانش عندهم هذا كيش نقولوا الحديه في التعامل. ما كانش يا بيضاء يا كحله، كانت الامور هما كان عندهم سلاسه مولون. علاش؟ لانه الرابط اللي يهمهم هو الدين الاسلامي. من بعد اهم شيء في الدين الاسلامي باش الناس تتعلم الدين وتقرا، كانت اللغه العربيه. مادام كانوا يقراوها المسيحيين في صقلية ولا في جنوب إيطاليا باش يدخلوا العلوم، واش تقولين انت في المسلمين تاع شمال إفريقيا؟ لأنهم ما عندهم وما حتى مشكل، كانوا يشوفوا فيها كأداة، هي آلة. احنا حتى اللغة العربية نسميوها علوم الآلة لأنه نتعلموا اللغة. ومدينة بجاية يقولوا المؤرخين النشاط الثقافي اللي كان فيها، يقولوا باللي كان فيها كذا وكذا عشرات من البنات اللي كانوا ماشي يحفظوا القرآن، يحفظوا مدونة سحنون، كتاب فيه عدة أجزاء، ماشي زي ما كنقولوا إحنا نحفظوا قصيدة ومعد ندوخوا وما قدرش نحفظوا كل شيء. ما كانوا يحفظوا عندهم يديروا الشعر، كان البنات تاعهم عندهم بكري. كان الأندلس في بجاية، وأندلس أصيل ماشي أندلس، يعني الموسيقى اللي نسميوها إحنا الأندلسية هي الموسيقى الكلاسيكية الجزائرية، كانت موجودة. يحكيوا الجماعة اللي كانوا يقرأوا في بجاية في الثلاثينات والأربعينات، كانت يعني حاضرة من الحواضر. تروحين تي لبجاية يعني تختلف ثقافتها، تختلف عن يعني الفحص تاع بجاية القرى المحيطة بها، ولا تدخلي بجاية تدخلي عالم آخر. عندهم حتى طيب تحهم، عندهم حتى الأكل يتوارث يعني بالطبع من جيل إلى جيل. لأنه علاش؟ لأنه الأكل خاصة علاش هو آخر حاجة اللي تفقد، لأنه العماد الطبخ هي المرأة، وما كاش عنصر محافظ في المجتمع كيما زوج، ما كاش عنصر محافظ كيما المرأة وكيما الفلاح. حتى الفلاحة كان تحول للمرأة. هما يخدموا هكذا، بس ماشي المرأة تاع الحضر، ماشي المرأة تاع المدينة. المرأة تاع المدينة ما تخدمش الفلاحة، المرأة تاع البادية تاع القرى هذوك هما اللي يخدموا. لو كانت تروح وحدة بجاوية تروح لكاشد الشراوي يقول لها تنحي الزيتون، يقول لهم ما تقول أنا ما نخرجش، لأنهم العرف تاعهم أنه المرأة الحضرية تبقى في البيت تاعها، والارشيتكتور تاع البنيان تاع المدينة وكلش. يعني هذه الخصوصيات. بجاية من بعد قلت لك ولات صانعة الملوك تاع الحفصيين، من بعد وقعت لها قطيعة لما جاءوا الاحتلال الإسباني 1510، لما دخلوها الإسبان يعني ريبوها المدينة، يعني حطموا منها الأبواب وحطموا منها المساجد. قل لي وش اللي يميز البيوت البجاوية؟ كما في العاصمة كاين سقيفة والسحين، كاين درابز هذوك العرس اللي يكونوا القواص. بالنسبة للبيوت ما نكذبش عليك، يعني ما دخلتهمش البيوت بجوية. لما زرت بجاية زرت كما كان من الناس الخارج هكذا. أنا باش نهضرك حاجة اسم نشوف بعيني هكذا ما نكذبش، لكن على بالي عندي أصحابي هكذا يحكيوا لي حتى في يعني الحلي تاعهم، وعندهم الأمثال الخاصة بهم، عندهم. طيب خلينا نحكي ما على القصور اللي كانت في تلك الحقبة، وش اللي يميزها؟ كان القصر هذا تاع اللؤلؤة كتبوا عليه شعراء بزاف مدحوه هكذا، يا ابن هاني والجماعة، هو قصر عظيم. لكن المشكل أنه دخول إسبان ريب كل هذه المعالم، إذن ما عندنا أي نظرة أركيولوجية على بجاية ما قبل الإسبان. الإسبان لما دخلوا أردوها حصن ضد الجزائريين اللي كانوا من الداخل، يعني أردوا المدينة ليهم هما بطريقة اللي يفهموا بها الثقافة تاعهم، ريبوا واش كاين. لما جاء الاحتلال الفرنسي زاد كتر وكتر، يعني واش قعدوا كاتيك في بجاية؟ قعدوا بعض المعالم، هما يقولوا فيها مدينة تاع 99 والي، وكانوا الجوامع فيها منظن قريب 100 مسجد جامع، هذه قبل ما دخول فرنسا. بعد دخول فرنسا تروح انت واش تلقى؟ تلقى هذاك جامع سيدي الصوفي على كل عام محافظين عليه، وبعض المساجد للجامع اللي تلقى فيه مهدي محي الدين مع عبد المؤمن بن علي تاع جامع خارج المدينه هذاك، وبعض الاثار، بعض الاثار من السور تاع المدينه. قات باب وحده، باب البحر هذيك وحدها برك، لانه باب البحر هذيك برك كانوا قدام
قدامها مساجد، كان قدامها أضرحة علماء وأولياء وصالحين، لكنها كلها اندثرت. يعني هذه الخسارة الهمجية تاع الاحتلال يعني قد ما نتكلموا عليها قليل، هي يمحي كلش. يعني الغرض تاعو انه يبدل تاريخ بتاريخ ويبدل حضاره بحضاره، من بعد يولي من بعد يقول لك ها انتم ما عندكم والو، الى ريبتوا كلش واش يقعدنا سرق استولى على العديد من الكنوز. هاي موضوعه في المتاحف، كاين زليج جزائري عتيق اللي عنده مئات السنين من عده مدن حواضر جزائريه، من قلعه بني حماد ولا من بجايه ولا من غيرها، راه الان في المتاحف والبلد معروف بلا ما نذكروا هكذا نديروا له بيبليسيتي. يعني هذا هو يعني الواقع التاريخي تاعنا. لكن كما كان يتكلم الشاب هذاك تاع دلس مقبي، اهم شيء قالها الكلمه اللي قالها العربي بن مهيدي الله يرحمه، لما ترجع اي حاجه ويتبناها الشعب راح تنمو وتكبر. انا نشوفوا هذا اللي التوريستيك هذوما اللي بداوهم كشباب بداهم يعني نفتحهم على بلادهم وحبوا ينقي وحبوا يوري ويجيهم الزائر من الخارج، هما اليوم يعاودوا يروجوا لهذا، وإن شاء الله يعني مرحلة بمرحلة تزيد الأمور. يعني وبجاية قد ما نتكلموا عليها، وحتى في الحركة الوطنية كان عندها دور، يعني العديد من رجال الثقافة الجزائريين كلهم من منطقة بجاية. طيب واللباس الخاص بتلك الحقبة ربما اللي خاص بمنطقة بجاية يختلف عن العاصمة تلمسان يتشبه المنطقة الشرق الجزائري، ربما يتشبه شوية تاع جيجل، جبة الجيجلية وجبة تاع قسنطينة ولا تاع النابة ولا تقريبا نفس يعني. هي ان شاء الله الا كان عطاو اسمه يكون ان شاء الله بالك ربما معرض لللباس التقليدي البجاوي الحضري ان شاء الله في متحف من متاحف العاصمه ان شاء الله عن قريب الى كتب الله هكذا، يا تكون قطع نادره قطع اصليه قطع اصليه عائليه تحضر، وربما الا كان شويه زهر تجيب حتى الحلي، لان الحلي هو ثاني عنده تنوع من منطقه لمنطقه هكذا، يا كان يخدموا بالذهب كان يخدموا بالفضه كاين يخدموا هكذا امور انا ما نعرفهمش على كل حال خارج النطاق تاعي، لكن عندهم بجايه الوسيطيه. احنا عندنا مثلا واش قعد لنا منها حتى هذا الانتاج العلمي كامل، قعد بعض الانتاج بعض المخطوطات مخطوطات. اهم مخطوط اللي قعد هو المقدمه الوغليسيه تاع سيدي عبد الرحمن الوغليسي. لما تشوف الكاتب هذا تاع هذا الكتاب عنوان درايه فيما عرف من العلماء في المئه السابعه ببجايه، واسمه الغبريني ابو العباس احمد بن أحمد الغبريني. لما تشوف العلماء الداخل كل واحد واحد من قلاتي، واحد غبريني، واحد زواوي، واحد وغليسي، واحد، لأنهم كلهم كانوا يجيوا المناطق يعني اللي دايرة بالمنطقة ويروحوا للمدينة، لأنها ثم اللي كاين الجامعة بالمعروف المفهوم تاع درك هي المركز الثقافي يعني اللي عنده العلمي، يروحوا يستقروا ثم هم بعد يبقوا. والمجتمع ما كانش عنده هذا يعني النفور ولا هذا يعني التمييز بين واحد أصلي من مدينة واحد ماشي من المدينة ولا بالعكس. هاو الوغليسي وما نقدروش نتكلموا على تاريخ بجاية في القرن التاسع الهجري وكان ما نتكلموش على سيدي عبد الرحمن الوغليسي ولا سيدي احمد بن دريس اللي دار عنده الان الزاوية يقولوا احمد ذو يدريس في اومالو. هذو كلهم يعني كانوا من انتاج تاع بجاية، ويعني تنكروا يعني ربما الضربة اللي وقعت البجاية هي الاحتلال الاسباني 1510، لأنه الناس هجرت خرجت من المدينة وقعت قطيعة إبستيمولوجية ولا تحب تقولها في التاريخ تاع المدينة، وقعت قطيعة تاريخية بين المجتمع الأول اللي كان عنده هذاك التراكم التاريخي وعنده الثقافة تاعه والحضارة، والناس اللي جاوا من بعد الدخول بعد مع الدولة العثمانية جاء مجتمع آخر متحضر وكلش، لكن وقعت هذيك القطيعة اللي أثرت في تاريخ بجاية كأنه بداية من جديد. وعندنا تعرف الوثيقة الموجودة من أقدم المراسلات الدبلوماسية بين الملك الحمادي، مانيش شافي إلا كان من قلعة بني حماد، الله أعلم من قلعة بني حماد، وموجودة في متحف الفاتيكان. يعني مراسلة عندها واحد قريب 1000 سنة بين البابا تاع الفاتيكان وبين الحاكم الحمادي السلطان الحمادي اللي كان موجود هذاك الوقت. هذا يعطيك دليل على العراقة تاع اسمه، وهذا ما تبقى يعني اللي سلكناه وما خفيه أعظم. أكثر حضارة تشبه الحضارة أو لمدينة بجاية؟
ربما دلس ومدينة الجزائر لأنهم عندهم تقريبا نفس التضاريس. تشوف في مدينة بجاية متكية على الجبل وجاية هكذا كمثلث، مدينة الجزائر كيف كيف عند يعني السكان المحيطين بمدينة بجاية كانوا يعني هي أجناس جنس أمازيغي. حتى مدينة الجزائر مع أنه مدينة الجزائر كان سهل تاع متيجة اللي كان قريب لها، وكانوا في متيجة غالبا كانوا اللي توطنوا فيه التعالبة، لكن القرب من منطقة القبائل. ثاني مدينة دلس، مدينة دلس قرب من البحر، هي مدينة داخلة في البحر وعندها حضارتها الخاصة بها بنفس يعني نمات ثقافة خاصة بها، لكن المحيطين بها ثاني بنفس الطريقة. في دول العالم في الحضارة العثمانية كنا الكل يعلم أنه العديد من الأمراء ربما والحكام لما يزوروا بلد ما يحاولوا يخلقوا نفس البيئة اللي كانوا عايشينها من قبل بالطبع. صح؟ لكن الفرق ربما أنهم العثمانيين لما جاءوا للمنطقة الشمال إفريقية جاءوا في ظروف خاصة، كانت ظروف الوصاية. لا مش الوصاية، هي بيعة. الجزائريين هم اللي عيطوا لهم يعني لما خير الدين بربروس كمل المهمة الأولى وقرر أنه يرحل، سكان مدينة الجزائر حلفوا له وقالوا له ما تروحش تخلينا. قال لهم خلاص بنيت لكم الصور وكاين المدافع وتعلمتوا كلش، انتم تدافعوا على روحكم. قالوا له ما نسمحوا لكش يعني احتل اسمه. قال لهم بعثوا الرساله للخليفه العثماني، بعثوا رساله ومازال موجود انه يبقى واسمه. والكميه العدد تاع الرجال اللي جاوا من العثمانيين كان قليل، وبالطبع الرجل اللي يكون هو كانوا كلهم ناس عسكر محاربين وكلش، ما مش الناس اللي راحين ينمي ويديروا عندهم، ما مش شعراء ولا مؤلفين ولا مدابة ولا هكذا. الهندسة كاينة، الهندسة العسكرية، لكن بقات الحمل تاع الثقافة والمسؤولية الثقافية والحضارية كانت على السكان المحليين، هما اللي كانوا يهتموا بالتعليم تاع الأولاد تاعهم، يبنيوا المدارس ويبنيوا المساجد ويبنيوا الزوايا والمدارس هذو كامل، كانت المسؤولية تبقى عليهم وهم اللي كانوا يألفوا. حتى أنه لما كاين للآن عائلات من أصول عثمانية في الجزائر ما يتكلموش لغة تركية، لأنهم كلهم الأمهات تاعهم كانت أمهات من سكان محليين، يا يعني إما من المدن ولا من القرى ولا، إذن حتما هو اللغة الأم مش اللغة التركية، راح يتكلم مع إما تعلم له العربية ولا تعلم له الأمازيغية ولا، يعني ما كانش اللغة هذه تأثير هذا كما. لكن هما في هذاك الفترة اللي جاوا فيها كان يهمهم هو الدفاع ضد الهجمة الإسبانية اللي كانت، الإسبانية والبرتغالية اللي كانت، يعني الهجمة المسيحية اللي كانت على شمال إفريقيا، وهي امتداد للحروب الصليبية الأولى. هما وش جابهم الجزائر؟ قبل ما يجيوا الجزائر كانت مدينة جيجل تم احتلالها، كانت مدينة بجاية، مدينة الجزائر، المرسى الكبير، وهران، كل هذه المدن في الجزائر، كانت حتى الهجمة على مستغانم، كل هذه المدن هذه كانت تحت الاحتلال. هذا هو السبب لما جاء العثماني لمدينة الجزائر، وهما كانوا في خصومة، كانت عندهم هما كانت الحروب بينهم بالمسيحيين كانت موجودة، وهذا الشيء اللي أدى ربما إلى خروج العاصمة من قلعة بني حماد إلى بجاية، لأن خطوط التماس هذا من قبل كان باش تأمن نفسك لازم تكون في منطقة داخلية، من بعد لما يكون العدو خارجي راح يجيك من البحر عليك أن تنتقل إلى المنطقة البحرية للسواحل، لأن خطوط التماس راهي التم. وقع حتى الجنويين دخلوا لدلس، هذه يعني كانت هما المد المسيحي، كان ما كانش دولة وحدة ولا زوج ولا، كل تقريبا هذوك الإمارات المسيحية ولا الممالك ولا كانت عندها رغبة أنها تحتل شمال إفريقيا. وكان ما لقاوش الناس هذو ملتزمين بالدفاع عن أراضيهم والدفاع عن الشرف تاعهم، وما لقاوش الإعانة من بعد من الجنود تاع الدولة العثمانية ولا، لو كان ربما اليوم أنا نهضروا إسبانيولية ولا، ما كان لا عربية لا قبائلية أمازيغية لا والو. هذا هو الفرق، يعني هذا هو التاريخ وش يقول هكذا، يعني دون اللجوء الى الخيال. هذا هو اسمه. اذا كان تسمحوا لي نقرا لكم شويه ابيات، هذه وصف يوصف فيه هذا واحد من شعراء الوقت هذاك من القرن السابع، يقول له حسن بن الفقون، يتكلم على بجايه، يقول لك: داعي العراق وبغداد وشامهما، فالناصرية ماء مثلها بلد،
بر وبحر وموج للعيون به مسارح بان عنها الهم والنكد حيث الهوى والهواء الطلق مجتمع حيث الغنى والمنى والعيشة الرغد. هذا وما زال طويلة القصيدة هذا يوصفها وريك هاو قال لك البحر والموج وكلش والعيون يتكلم على مع أي مدينة ما كاش قال لك داعي العراق وداعي الشام يعني ما كاش هكذا كانت مدينة جميلة ورائعة وخاصة كانت معروفة بالإنتاج تاع الشمع ويقولوا أنه كلمة بوجي بالفرنسية لأنه كانوا كان توريد الشمع ولا كان كاين الشمع هو اسمها على روحه مهلا بناها هو وش يقول ابن خلدون الناصر هذا ابن علي الناس كي بناها اسمها الناصرية اسمها على روحه لكن الشعب ما خدالوش الرأي سموها بجاية يقولوا كانت قبيلة تما هكذا يا صغيرة واسمها فقايف هكذا هكذا يقول ابن خلدون وكان يعطيه هكذا يعني تفسيرات لكنها غير يعني من وحي الخيال هكذا بعد يقولوا أنها وكان احتل يكي يتكلموا على هذاك ليوناردو دي بيزا هذاك اللي جاء تعلم الحساب في بجاية لأنه كانت التجارة اللي كانت بين شمال البحر المتوسط والجنوب كانت جاء تعلم لأنه الحساب هذا يا استعمال الأعداد ما كانش متيسر لأنه إحنا شتكي نحسبه عندنا الأرقام للأشكال تكتب كل الأعداد بعشر أشكال هكذا يا تصور أنت تحوس تحب تدير عملية ضرب باستعمال الأرقام الرومانية الإكس والآل والسي وهذه الخلوطة وكتيبة كبيرة هكذا يا ما تقدرش بس حكي تستعمل الأرقام هذه ما تتبسط الرقم يقعد يصغر هكذا هذا هما جاءوا تعلموا هذاك الإيطالي هذا من جنوي وقين من جنوة جاء تعلم من حساب في بجاية وقلنا التوريد تاع الشمع إذا كان عندك قدرة لتوريد الشمع كيفاش راه الإنتاج تاع العسل عندك لأنه العسل أكثر من الشمع باش راهم يوردوا في الشمع سيك العسل راهو يعني وديان تاع إنتاج كبير تاع واسمه وكي راح لبجاية أول شيء اللي أسس فيها هو صناعة مقر لصناعة البواخر لأنه هذوك الجبال كانت كلها فيها الغابات وفيها الأشجار وكلش كان يستعمل هذاك الخشب في صناعة البواخر علاش لأنه رغبة في الدخول إلى البحر لأنه الصراع كامل التجارة كانت في البحر والصناعة والصراع على الحياة والبقاء كان في البحر هذاك الوقت هذه كلها بجاية شكرا لك محمد ما اخترنا لكم لينا هذا اليوم لحقنا لختام هذا اليوم من برنامج صباح الشروق ختامها مسك راح يكون بإمضاء مميز من شيف نديم راح يذكرنا على السريع وش هي الأطباق اللي حضرات المقبلات درنا لهنا سلطة البطاطا المشوية وش راك تحوس لطفي فرشيطة عطيتك من غير فرشيطة باش ندوق السلطة دوكا حيجيبوا لك فرشيطة اوكي فيها البطاطا من تحت حتى هذه ما تتكش بالمغرفة علاش جبت المغرفة باش تقسم لطفي وترفد بعقلك وخرجاته تبع شيف نديم هو صح هو قال ايه راهي سايحة صح ها هنا دكتور هنا خاطر فيها القاعدة درنا على انفيوري الكبار ايه ومن بعد البطاطا اللي داخل تحت لها هي بطاطا ومن بعد درنا لها هنا لي بولات تاع لا فيون داشي ومن بعد درنا لها الكريمة هذيك الكريمة اللي درنا فيها كريمة تبقى هكذا سايحة لا دوك هي شوف هي قد ما تبرد عاود تزيد تشد روحها قول هنا مقابله درنا البطاطا البطاطا هنا هي درنا سلطه البطاطا المشويه اللي راهي دوكا راهي ترند لان تغليها ما ديريها في الفرن طريقه التقديم اللي درتها هايله ربي يخليك ايمان سي البطاطا المشويه هذه اللي داخل نعم قلتي بالمغرفه ثاني تسكلها ها دوت في هذيك تاع كي يجوك الضياف للدار ماذا تسكلها انا حابط ومن بعد اني اتنفس تحت الماء لا لا اني اتنفس تحت الماء اني اتنفس تحت الماء تحت الماء كملوا هضروا فرشيطه ها هضروا بلا بي هضروا شنو هضروا خاصنا قلنا كلش بطاطا مشويه بسم الله صاب فرشيطه ها هذه الدخل دجاج هذا لا ماشي الدجاج هذه البطاطا بعد ما غليناها كرزيناها لهنا ب بسم الله درنا كميه تاع زيت الزيتون درناها في الفرن بس ما درنا داك الكوت تاع الشوا درنا ديك القرمشه باش تبدل لا هي بطاطا ولا راهي ماما يديرها حاله في الموقع الاجتماعي والله غير هايله مقرمشه نعم تمن لك هذيك القرمشه وتبدل لك البنه والمام لاصوص فينيغرات فيها غير بتي سويس مايونيز وزيت زيتون هذا ما كان نعم
خاص بي. صحتك. أنا حنختم. شكرا لك جميل جدا. شكرا لطفي. للمشاهدين غدا يكون لقاء متجدد دائما برنامج صباح الشروق يضربكم موعد من 8:30 إلى 11:00. كونوا أوفياء لنا وللبرنامج. إلى اللقاء.